another artery في منطقة النك, one of the biggest arteries, اسمه الاكسترنال كاروتيد artery. الاكسترنال كاروتيد artery كأي artery في جسم الإنسان لما أجي أتكلم عليه لازم هناك نقاط أساسية, beginning والend, relations and branches. البيجينينج, الاكسترنال كاروتيد artery one of the two terminal branches of common carotid artery. الكومن كاروتيد artery كان طلع زي ما احنا عارفين من الأرش في أورطة على الليفت سايد أو من البريكسوفيليك عن الرايت سايد. مشي كورس في النك, شورت كورس انتهى عند الأبر بوردر أوف ثايرويد كارتريج عند مستوى بتوين C3 وC4 سيرفيكال فيرتبري. انتهى بإنه اتفرع لفرعين اتنين, اكسترنال كاروتيد artery اللي هو موضوعنا النهارده, والانترنال كاروتيد اللي مشي على نفس المسار بتاع أونلاين واتكلمنا عليه في المحاضرة اللي فاتت. الاكسترنال كاروتيد artery طلع من الكومن كاروتيد artery زي ما قلنا عند المستوى بين C3 وC4 اللي هو الأبر بوردر أوف ثايرويد كارتريج, مشي كورفيد كورس, مشي along the wall of the pharynx, ماشي superficial بمعنى انه lateral to the internal carotid. يعني هنا لو يعني تصورناه في شكله الطبيعي هيكون هنا superficial, فكلمة superficial شلناه وحطناه, هو مش posterior, هو ماشي lateral او superficial to the internal carotid artery. ينتهي inside the substance of the parotid gland, بينفرع الى two terminal branches اللي هم المجزلري والsuperficial temporal. بخصوص relations لهذا الارتري, احنا عندي القياس اللي على اساسه هبتدي احدد الريليشنز هي البوستيريو بيلي اوف دايجاستريك. ليه البوستيريو اوف بيلي اوف دايجاستريك؟ من المعروف ان العضله ديت كانت بتعدي اوبليكلي على الكاروتيدز, فمنطقي جدا انها هتمشي اوبليكلي على البلاد فيزلز اللي انكلودد وذن ذا كونتنتس اوف كاروتيدز, فبالتالي بيعدي على الانترنال وبيعدي على الاكسترنال كاروتيد ارتري. فهنقسم السوبرفيشال ريليشنز اوف ذا اكسترنال كاروتيد اللي هو الجزء الصغير ده الى ستراكشرز بلو ذا ليفل اوف بلو ذا ليفل اوف بوستيريور اوف ذا جاستريك وستراكشرز ابوف زي ليفل اوف بوستيريور اوف ذا جاستريك. تعالوا نشوف مع بعضنا الاستراكشرز اللي بتمثل السوبرفيشال ريليشنز اوف ذا اكسترنال كاروتيد ارتري تحت مستوى البوستيريور بيلي اوف دايجاستريك ماسل. فكانت اولهم ثلاثه سوبرفيشال استراكشرز اللي هم السكن والسوبرفيشال فاشيا والديب فاشيا. طبعا انا قاطعهم هنا لكن هم بيكملوا لحد فوق. بعد كده انا كانت في عندي مصل اللي اسمها ستيرنوماستويد, فنجد الانتيريور بوردر اوف ذا ستيرنوماستويد بيعمل اوفرلاب يعني ماشي سوبرفيشال للبيجنينج اوف ذا اكسترنال كاروتيد ارتري. هنجد بعديه تو فينز, تو فينز معديين على بدايه الاكسترنال كاروتيد سوبرفيشالي, هما اللينجوال فين والكومن فيشال فين, وهنجد وان نيرف اللي هو الهايبوجلوسال نيرف اللي كان عامل كروسنج مش للاكسترنال فقط ولكن كمان للانترنال كاروتيد ارتري. دي كانت مجموعه الاستراكشرز اللي هي ريليتد سوبرفيشالي تو ذا اكسترنال كاروتيد تحت مستوى البوستيريو بيلي اوف دايجاستريك. طب ماذا عن فوق مستوى البوستيريو بيلي اوف دايجاستريك؟ فنجد ان سوبرفيشال كانت قاعده جزء من الباروتيد جلاند وفي ليجمنت صغيره اسمها ستايلويد ليجمنت معديه عليهم بالعب, ده كان ماشي سوبرفيشال. طب ماذا عن الديب ريليشنز؟ ديب ريليشنز اوف ذا اكسترنال كاروتيد, الاكسترنال كاروتيد معدي سوبرفيشال الانترنال كاروتيد, فهناك عدد ستة ستراكشرز كانوا معديين يفصلهم ويحجزهم بتوين ذا اكسترنال كاروتيد وانترنال كاروتيد. الاستراكشرز ديت قلناها مع السوبرفيشال ريليشنز اوف ذا انترنال, اذا الاستراكشر دي هي نفسها وبالظبط الاستراكشرز اللي ماشيه ديب تو ذا external carotid. deep بمعنى ايه؟ بمعنى على الانر سايد. يعني اذا اللي يفصل الاكسترنال عن الانترنال كاروتيد هيكون سوبرفيشال للانترنال وهيكون ديب للاكسترنال. تعالوا نراجع مع بعض مين هي الست ستراكشر ديت. احنا قلنا جزء من الباروتيد جلاند يبقى وان جلاند, وكان في وان بون اللي هي الستايلويد بروسيس ماسك فيها اتنين ماسلز اللي هم الستايلو جلوسس ماسل والستايلو فارنجاس ماسل وتو نيرفز. النيرف الاولاني اللي هو الجلوسو فارنجال نيرف اللي كان ماشي ملاصق وملازم للستايلو فارنجاس ماسل لانه بيغذيها. النيرف الاخر هو برانش من الفيجاس اسمه فارنجيال برانش اوف فيجاس. دي كانت الريليشنز اوف ذا اكسترنال كاروتيد ارتري ايذر سوبرفيشالي اند ديبلي. طيب ماذا عن البرانشز اوف ذا اكسترنال كاروتيد ارتري؟ الاكسترنال كاروتيد ارتري انا هرسم الخريطه اولا اللي هيمشي عليها الاكسترنال كاروتيد وهنحدد كل برانش وعلاقته بهذه الخريطه. انا المندبل
كان تحتيه الهايود بون، والهايود بون تحتيه السيلود كارتليج، بوصفه اكبر كارتليج من الكارتليجز اللي بتكون اللارينكس، وكانت تحتيه التراكيه، وما ننساش السيرويد جلاند كانت قاعده تحت التراكيه، قاعده ان فرونت اوف ذا تراكيه. الهايجلوسس ماسل كانت طالعه من الهايويد بون، ادي الهايجلوسس ماسل طالعه من الهايويد، يعني مش رايحه للمندبل، دي ماشيه ديب للمندبل في طريقها الى التانج. وهنا المسيتر ماسل، المسيتر ماسل زي ما احنا فاكرين من الماسلز اوف ماستيكيشن اللي كانت ماشيه على الاوتر سيرفيس اوف ذا ريمس اوف ذا مندبل وحاطط الانسيرشن بتاعها فيه. البوستيريور بيلي اوف ذا ديجاستريك ماسل اللي كانت جايه من الماستويد نوج او الدايجاستريك نوج اللي قاعد على الانر سايد اوف ذا ماستويد بروسيس وماشيه اوبليكلي من ورا المندبل ورايح حاطط الانسرشن بتاعها زي ما احنا فاكرين في الانترميديت تندون اللي متعلق في الايويد بون. ادي الثايرويد جلاند اللي احنا حكينا عليها من شويه. دي الخريطه اللي على اساسها هنوضح برانشز الاكسترنال كاروتيد ارتري. طب الاكسترنال كاروتيد جاي منين؟ نفتكر مع بعض قد الاكسترنال كاروتيد دي كانت البدايه بتاعته عند الابر بوردر اوف ثايرويد كارتريج في مستوى ما بين C3 وC4 وانتهى بيهايند ذا نيك اوف ذا مندبل انسايد ذا سبستانس اوف باروتيد جلاند بانه اتفرع للفرعين الكبار اللي نتكلم عليهم حالا. البرانشز اوف ذا اكسترنال كاروتيد، المقياس هو مين؟ الهايويد بون. بالنسبه للهايويد بون اول برانش يطلع من الاكسترنال كاروتيد ارتري اسمه سوبيريور ثايرويد ارتري، ده الارتري رقم واحد، رقم واحد في الترتيب من تحت من عند البيجيننج. هيطلع منين؟ من الفرنت اوف ذا اكسترنال كاروتيد، فين بالتحديد؟ بيلو ذا ليفل اوف هايويد بون. ادي الهايويد بون وادي الليفل بتاع الهايويد بون هو تحت الليفل اوف ذا هايويد بون. نحب نقول على الارتري ده ان ده الارتري الوحيد اللي نازل داون ووردز من الاكسترنال كاروتيد، اما كل البرانشز يا اما طالعه فوق يا اما ماشيه ترانسفيرسلي، انما الوحيد اللي ماشي داون ووردز هو السوبيريور ثايرويد ارتري، وهنتكلم عليه بعد شويه على البرانشز بتاعته. الارتري الثاني اسمه اسيندنج فرينجال، ده طالع من الديب او من الميديال او من الانر اسبيكت اوف ذا اكسترنال كاروتيد وماشي along the wall of the pharynx، علشان كده سميناه اسيندنج فرينجال ارتري، اسيندنج اوفر ذا wall of the pharynx، وده ماشي على الميديال سايد. يعني لو شففنا الرسمه الاكسترنال كاروتيد هنلاقيه طالع من هذه النقطه من الداخل. ده بالترتيب. الارتري رقم ثلاثة اسمه اللينجوال ارتري، اللينجوال ارتري ده طالع من الاكسترنال كاروتيد من الفرانت بتاعه في مستوى الهايويد بون، وله كورس من ثلاثة بارتس ان ريليشن تو ذا هايوجلوسس ماسل، وده واحد من الارترز الكتيره اللي في الهيد والنيك اللي تمشي كورت من 3 بارت كورس من 3 بارتس وبيحددها ماسل، الماسل هي الهايوجلوسس ماسل. هنتكلم على اللينجوال ارتري بتفصيل اكتر مع البرانشز بتاعته. البرانش رقم أربعة اسمه الفيشيال ارتري، طالع من الفرنت اوف ذا اكسترنال كاروتيد بس المره دي في ليفل اعلى من الليفل اوف ذا هايويد بون، ويمشي كورس مميز جدا يحاول يصل للفيس. فيشيال رايح للفيس بيختصر طريقه، هيصطدم بمعوقات هنحكي عليها بعد شويه، يرد مره تانية ويمشي على اللور بوردر اوف ذا مندبل ويمشي الكورش الشهير ان فرنت اوف اند ماشي على الانتيرير بوردر اوف مسيتر، معدي على ثلاثه انجلز بعد شويه نتكلم عليه. البرانش رقم خمسه الاوكسيبتال ارتري، البرانش ده طالع من الباك يعني من البوستيريور اسبيكت اوف ذا اكسترنال كاروتيد في نفس مستوى الفيشيال ارتري. الاوكسيبتال ارتري حكينا عليه انه واحد من الارتريز اللي كانت بتغذي السكالب وماشي كورس من اربع بارتس. هذا الارتري كان ماشي تحت مستوى ماشي موازي لللور بوردر اوف ذا بوستيريور بيلي اوف دايجستريك ماسل، وهنحكي عليه برضه في وقته. الارتري اللي بعد كده البوستيريور اوريكولار ارتري طلع ايضا من الباك اوف ذا اكسترنال كاروتيد ارتري وماشي رانينج اند بارلل تو ذا ابر بوردر اوف بوستيريور بيلي اوف دايجستريك ماسل، وزي ما احنا عارفين كان بيغذي منطقه السكالب بيهايند ذا اوريكل بالاشتراك مع الاوكسيبتال ارتري. اما تو تيرمينال برانشز فكان المجزيلاري ارتري طالع من الفرنت وزي ما حكينا عليه قبل كده انه كان ماشي هوريزونتالي كورس من ثلاثه بارتس related to the deep side يعني medial side of the neck of mandible. واخيرا الترمينال برانش الثاني اللي هو السوبرفيشال تمبرال ارتري واللي كان رايح يغذي الفيس اند سكالب، والاثنين دول كانوا خرجوا من الاكسترنال كاروتيد في الترمينيشن بتاعه انسايد ذا باروتيد جلاند. دي كانت باختصار
مقدمة للبرانشز اوف ذا اكسترنال كاروتيد ارتري. اذا حبينا نحكي على قصة لطيفة تفكرني بالبرانشز هجيب جملة مشهورة بتقول some American ladies found our pyramids most satisfactory. صب اللي بحرف الاس، هناخد الاس هتمثل لي السوبيريور ثايرويد ارتري، ايه الاسندنج فرينجال ارتري، ال لينجوال ارتري، اف اللي هي فاشيال ارتري، اور او اوكسيبتال ارتري، بيراميد زي بي بوستيريور اوريكولار ارتري، موست ام ماجزيلاري ارتري، ساتسفاكتوري اس سوبرفيشيال تيمبورال ارتري. ودي كانت جمله تفكرني بالبرانشز اوف ذا اكسترنال كاروتيد ارتري. لا ينبغي لطالب مرحله البكالوريوس في كليه الطب انه يتغافل او ينسى واحد فقط من هذه البرانشز اللي خرجت من الاكسترنال كاروتيد. علشان كده الجمله دي جمله شهيره بننقلها للطلبه علشان يتذكرهم دايما هذه البرانشز بدون نسيان. نتعرض لهذه البرانشز بالتفصيل. ناخد رقم واحد اللي هو السوبيريور ثايرويد ارتري. هنشوف منطقة نفوذ السوبيريور ثايرويد في النك ريجون وازاي انه بيغذي الاستراكشرز المختلفة فيها. ادي كانت عند الهايويد بون الثايرويد كارتليج، وتحت منه الكريكويد كارتليج، والاثنين من الكارتليجز اللي بتكون منطقة اللارينكس. وتحت من الكريكويد كارتليج كان في كريكويد، لكن النطق الصحيح بتاعها الكريكويد، لكن النطق المشهور اللي هو الكريكويد. وتحت منهم التراكيه. هذه الاستراكشرز ما بين بونز وما بين كارتليجز كانت بتربطها مع بعض سوفت تيشو استراكشرز. قاعده قدام التراكيه كانت في عندي الثايرويد جلاند، ومربط الثايرويد بالهايويد كان ممبرين اسمه ثايرو هايويد ممبرين. كذلك يربط الكريكويد بالثايرويد مصل اسمها كريكو ثايرويد مصل. دي كانت الارضيه اللي هتشتغل عليها نفوذ برانشز اوف ذا سوبيريور ثايرويد ارتري كالاتي. البوستيريو الاسترنوماستويد مصل كانت عامله اوفرلابنج للتراكيه زي ما احنا عارفين، وكانت ماشيه اوبليكلي ان ذا نيك. الارتري بتاعنا اللي هو الاكسترنال كاروتيد اداني برانش اللي هو السوبيريور ثايرويد. بفكركم تاني كان طالع من الفرونت اوف ذا اكسترنال كاروتيد ارتري كموست انفيريور برانش، هو اللي هو اول واحد من تحت، وكان موجود في ليفل تحت شويه من الهايويد بون. يبقى اذا لازم هيطلع من هذه النقطه على وجه التحديد، فعلا طلع من النقطه دي ونزل تحت متجهة للتارجت اريا، منطقة الهدف بتاعه الاستراتيجي هو الثايرويد جلاند. لكن هو مش هيغذي الثايرويد جلاند بس، هيغذي السوفت تيشوز اللي كل التيشوز المحيطة بالثايرويد جلاند، لكن اشهر برانشز بتاعته اللي رايحة للثايرويد. البرانشز اللي خارجه من السوبيريور ثايرويد ارتري كانت الديفرنت ستراكشرز. اول واحد من فوق هيمشي تحت الهايويد بون وهيسموه انفرا هايويد ارتري. هنا لازم نفتكر اذا كان في انفرا هايويد وقلناه واحد من البرانشز واول برانش من السوبيريور ثايرويد، فكان في سوبرا هايويد. هنتذكر مع بعض السوبرا هايويد ده ذكرناه في الريليشنز اللي الستراكشرز اللي معديه على الهايوجلوسس، وكانت من الديب ريليشنز اوف ذا مايلو هايويد ومن الريليشنز اوف ذا submandibular gland، وكان من الكونتنتس اوف ذا digastric triangle. هذا الشريان اسمه سوبرا هايويد ارتري. نفكركم بسرعه ان كان واحد من البرانشز اوف ذا فيرست بارت اوف لينجوال ارتري، اما الانفرا هايويد اللي هو اول برانش طالع من السوبيريور ثايرويد. البرانش الثاني رايح يغذي يخترق الثايرو هايويد ممبرين في طريقه الى اللارينكس، بس هيغذيها من فوق. ادي اللارينكس اهي، واكبر غضروف فيها اللي هو الثايرويد كارتليج. هيخترق هذا الممبرين ويصل لللارينكس من اعلى، فيسموه سوبيريور لارينجيال ارتري. اما البرانش الثالث فكان رايح يغذي الكريكو ثايرويد مصل، فكان هيسموه كريكو ثايرويد ارتري. اما اشهر البرانشز فهم التو برانشز اللي هيدخلهم انسايد ذا سبستانس اوف ذا ثايرويد جلاند، اللي هيسموهم الجلاندولار ارتريز، واحد انتيريور واحد بوستيريور، ويتولهم تغذيه الابر بارت اوف ذا ثايرويد لوب والابر هاف اوف ذا ثايرويد اسمس.
دول كانوا الجلاندولار برانشز، اما اخر برانش فكان ماسكولار ورايح للمصل الشهيره المعروفه باسم الاسترنوماستويد. دول كانوا من الخمسه برانشز اللي خرجوا من السوبيريور ثايرويد ارتري. احب اقول ان هذا الارتري له اهميه جراحيه كبيره، هو ماشي في الحقيقه داخل تورش وسكورش كورس، وماشي داخل للثايرويد جلاند من خلال الايبكس بتاعتها. في عمليات استئصال الثايرويد لازم الارتري ده لما يجوا يربطوه ما يربطوهوش لوحده، لان لو اتقطع ماشي تورش وسكورس بيطلع لفوق بيرد لانه ماشي زي السوسته، ففي الاستيك فايبرز كتيره بيعمل نزيف مش باين ويعمل مشاكل. فعلشان كده في عمليات الثايرويدكتومي في استئصال جزء من الغده الدرقيه بيربطهم هذا الارتري هو انسايد ذا ايبكس of the thyroid loop علشان يضمنوا انه احكام عملية الليجيشن الربط. الارتري الثاني اللي هو اللينجوال ارتري، البرانش رقم 2 اللي طالع من الاكسترنال كاروتيد ارتري، هو مش برانش رقم 2، هو رقم 3 في الترتيب، انما رقم 2 هنا عندنا في الشريحه. كان رقم 2 في الحقيقه اللي هو الاسندنج فرينجيال ارتري، اما رقم 3 في الترتيب اللي هو اللينجوال ارتري. هنرسم منطقة نفوذ اللينجوال ارتري، الخريطة اللي هيتحرك عليها هذا الشريط. الهايويد بون، الهايويد بون كان طالعة مصر اسمها هيجلوسس، رايحة تمسك في التنج وبتمشي ديب للمندبل، يبقى ده عندي التنج. طيب تحت التنج كان في السبلينجوال سليفري جلاند اللي اتكلمنا عليها قبل كده. الاكسترنال كاروتيد ارتري هيديني البرانش اللي اسمه اللينجوال ارتري. افكركم بيه تاني، اللينجوال ارتري واحد من البرانشز اللي طالعة من الفرونت اوف ذا اكسترنال كورد بالظبط في مستوى الهيود بون. الهيود بون دي رسمه لها من هنا جريتر كورنيو طالع ابورتس ولها ليسر كورنيو من قدام. الجريتر كورنيو ده عمل قرن يشبه الايه؟ يعني يشبه البروجيكشن الصغير طالع لفوق. فاللينجوال ارتري هيمشي كورس من ثلاثه بارتس ان ريليشن تو ذا هايوجلوسس. الفيرست بارت من بدايته لحد البوستيريور بوردر اوف ذا هايو جلوسس، لكن يفاجئ بالجريتر هورن او كورنيو اوف ذا هايو بون، فيعمل لوب حواليها بهذا الشكل للداجستريك ماسل، هيعمل لوب او بهذا الشكل عشان يلف حوالين مين؟ يلف حوالين الجريتر هورن. ده كان الفيرست بارت. اما السكند بارت هيمشي ترانسفيرسلي هوريزونتلي فورورد، ماشي ديب للهايوجلوسس، يعني ماشي على الانر سايد اوف ذا هايوجلوسس. احب اقول ان اللينجوال ارتري ماشي على الميديال سايد اوف ذا هايوجلوسس، ميديال سايد يعني ديب سايد يعني انر سايد، لكن البرانش اللي طالع منه اللي اسمه السوبراهيد ماشي على اللاترال سايد. اذا الهايوجلوسس ماسل هتمثل يعني هتمثل زي سندوتش كده بالنسبه للتو برانشز اوف او التو فيزلز، السوبرا هيود من بره واللينجوال ارتري من جوه. الثيرد بارت اوف ذا لينجوال ارتري ماشي ابوردز، ماشي ابوردز ان فرونت اوف ذا انتيريور بوردر along ذا انتيريور بوردر اوف ذا هايوجلوسس ماسل، وبينتهي تحت التنج بالترمينال برانش بتاعه اللي اسمه البروفاندا لينجوي ارتري. اذا ده واحد من عدد من الارتريز في الهيد اند نيك بيمشوا كورس من 3 بارتس، والكورس ده تورشوس ان ريليشن تو ماسلز. اخذنا منهم من شويه كان في عندنا الماكسيلاري ارتري، وكان في عندنا ايضا ادي اللينجوال ارتري. هنا عاوز اتكلم على البرانشز اوف لينجوال ارتري. هقول الفيرست بارت بيديني برانش واحد بس اسمه السوبرا هيود ارتري، يمشي تورشوس كورس فوق الهيود بون على اللاترال سايد of the hyoglossus. نتذكر اللي قلناه من شويه الانفرا هيويد كان برانش منين؟ كان من السوبيريور ثايرويد من تحت. طيب من السكند بارت، السكند بارت اللي هو ماشي على الميديال سايد، ماشي على الانر اسبيكت اوف ذا هيوجلوسس، هيطلع تو برانشز يغذوا الدورسم اوف ذا تانج واسمهم دورسالز لينجوي ارتريز. اما الثيرد بارت اللي هو كان ماشي على الانتيريور بوردر، فهيدي ارتري يمشي تحت او ديب للتنج، فيسموه ديب ارتري اوف ذا تنج، وكلمه ديب يعني بروفاندا، فيسموا هذا الشريان بروفاندا لينجوي ارتري. دول كانوا البرانشز اوف ذا لينجوال ارتري اللي هو الارتري كان رقم 3. الارتري اللي بعد كده اللي هو الفيشيال ارتري اللي خرج من الاكسترنال كاروتيد. الارتري ده قلنا جزء منه اتكلمنا عليه في الفيس والبرانشز بتاعته، الان هنتكلم على الكورس للبارت الاخر اللي كان ماشي فيه النك. الخريطه بتاعتنا ادي المندبل،
والمندبل كان ماشي على الماسيتر من بره، رسمه مكرره. وكان في عندي التو بيليز اوف ذا دايجستريك ماسل، الانتيريور بيلي والبوستيريور بيلي، والاثنين مع بعض متحدين، حاطين انسيرشن في انترميديات تندون اوفر ذا هايويد بون. الارتري بتاعنا لسه كان في برضه الهايجلوسس ماسل اللي كانت طلعت من الهيود رايحه في طريقها الى التنج. الارتري بتاعنا اللي هو الفيشيال طلع منين؟ طلع من الاكسترنال كاروتيد ارتري. الاكسترنال كاروتيد ارتري اللي اخترق الكاروتيد شيس وما عداش في خلال من خلاله، ما عداش بداخله، ده كان واحد من الارتريز التو تيرمينال اللي كانوا طالعين من الكومن كاروتيد ومشي الكورس المشهور بتاعه. في جزء منه مساره كان ماشي ورا الانجل اوف ذا ماندبل وبيكمل بعد كده يدخل في داخل الباروتيد جلاند. الاكسترنال كاروتيد ارتري زي ما احنا عارفين ادالي 8 برانشز، واحد منهم كان رايح لمنطقه الفيس اسمه الفيشيال ارتري. الفيشيال ارتري احنا اتكلمنا عليه في الفيس بس ما اتكلمناش عن بدايته في النك كان ماشي ازاي. بص معانا، ده الفيشيال ارتري طالع من الفرونت اوف ذا اكسترنال كاروتيد ارتري، ماشي تحت الدايجستريك ابوردز رايح للفيس، بيحاول يختصر طريقه فحاول يدخل ديب للمندبل، اصطدم بالمايلوهيد لقى الطريق مقفول، فراح جاي مشي عمل جروف على البون، جروف على السبمانديبولر جراند، مشي بينها وبين المندبل، يعني كان من جوه حاجه طريه اللي هي السبمانديبولر ومن بره حاجه ناشفه اللي هو المندبل، لقى الطريق مسدود فرد مره ثانيه ومشي عمل كيرفنج اراوند ذا لور بوردر اوف ذا ماندبل ويمشي على الانتيريور بوردر اوف ماسيتر ماسل، هيمشي كورس تورشوس، ومشي كورس تورشوس لان اي تورشوس ارتري في جسم الانسان لمش بيمشي هذا الكورس بسبب حاجه من ثلاثه، اما ان الاورجن اللي رايح يغذيه كان اورجن معدي على جوينت بتتحرك فالارتري لازم يتحرك معاها، او اما ان الاورجن اللي رايح يغذيها اكسبانسايل اورجن، اورجن متمدد زي اليوترس، او اورجن بيتعرض لهاي بلاد بريشر فيضطر الارتري ان يمشي تورش وسكورش عشان يحصل له اكليماتيزيشن اكوموديشن، يتاقلم مع الهاي بلاد بريشر اللي رايح للاورجن ده. لو نرجع تاني نبص كده للكورس بعد ما شرحنا الشرح ده، نشوف الكورس اوف ذا فيشيال ارتري، شوفوا كده ماشي ازاي في النك تحت الدايجستريك، بيختصر طريقه ديب للمندبل، هيلقى الطريق مسدود، يلف تاني على اللور بوردر ويمشي على الانتيريور بوردر اوف ماسيتر تورشوس كورس. طيب ده كان الكورس اوف ذا فيشيال ارتري. في الفيس هيمشي زي ما احنا قلنا قبل كده، كان معدي على ثلاثة انجلز، انجل اوف ذا ماوس، انجل اوف ذا نوز، وينتهي عند الانجل اوف ذا اي. ده كان الكورس اوف ذا فيشيال ارتري. احب افكركم بمعلومه صغيره عن الفيشيال ارتري، الفيشيال ارتري هو ماشي هذا الكورس اوبليكلي ان ذا فيس، كان ماشي قدام الانتيريور فيشيال فين. طيب ماذا عن البرانشز اوف ذا فيشيال ارتري؟ ادي الاكسترنال كاروتيد والفيشيال اللي هو طالع منه بهذا الشكل. البرانشز رايحه تغذي الديفرنت ارياز ان ذا فيس، فهنجد برانش كان بيغذي اللور ليب بيسموه انفيريور ليبيال. انا مش هقولهم هنا بالترتيب، لكن اقولهم هنا هوت بي ولا بالاسبقيه ولا ببدايه الخروج، لكن هقوله بالنسبه للاورجنز اللي فكرني انا عندي فيه ليب وعندي فيه نوز وعندي فيه اي وعندي فيه تشن وعندي فيه جلاندز، اذا الاورجنز دي تتغذى منه. فالليب انا عندي ليب من تحت وليب من فوق، ليب من تحت يبقى فيه انفيريور ليبيال ارتري وليب من فوق يبقى سبيلو ليبيال ارتري، عندي هنا فيه نوز يبقى البرانش اللي غذاها اسمه نيزل ارتري، انجل اوف ذا اي يبقى انجولار ارتري. طيب انا عندي هنا لسه في ستراكشرز ثانيه، انا عندي في جلاند هنا اسمها السب مانديبولار جلاند يروح لها جلاندولار ارتري، عندي هنا الباروتيد جلاند يروح لها جلاندولار ارتري اخر، هنا عندي المنتم منطقه الدقن هيروح من تحتها سب منتال ارتري. دي كانت البرانشز المختلفه اللي خرجت من الفيشيال ارتري في منطقه الفيس ومنطقه النك. انذر بيج فيزل ان ذا نيك هو الانترنال جاكولار فين، واحد من اشهر الفينز في النك كاي فين او ارتري في جسم الانسان. النقاط الاساسيه انا اللي انا عايز اتكلم عليها البيجنينج الكورس وريليشن الاند والترمينيشن، وهنا كفين بقى مش هقول برانشز هقول التريبيوتريز. البدايه بتاعته جاي ككونتينيويشن للسيجمويد ساينس از جاكولار فورامن، طبعا فاكرين الجاكولار فورامن
هيمشي obliquely in the neck inside the carotid cheese. هيمشي lateral to the internal carotid and external carotid inside the cheese. وهنتكلم على الكورس ده بتفصيل اكتر شوية. وهينتهي behind the sternoclavicular joint بانه بيتحد مع السبكليفيان ويعمل البريكوسيفاليك. ادي الكلافيكل وادي هنا الاسترنوكلافيكولار جوينت وده السبكليفيان فين، هيتحد معاه ويعمل البريكوسيفاليك فين. يبقى دي كانت البدايه وديت كانت النهايه. الانترنال جاجولار فين، الانترنال جاجولار فين الريليشنز بتاعته بالظبط لانه ماشي مع الانترنال كاروتيد والكومن كاروتيد انسايد ذا كاروتيد تشيز، فنفس الريليشنز اللي مغطياهم او ريليتد ليهم هي نفسها الريليشنز اوف ذا انترنال جاجولار فين، وهنحكي عليها بعد دقايق. التريبيوتريز اي فين في منطقه الهيد اند نيك، ينتهي بحرفي ال او دي فيصبهم في الانترنال جاجولار فين. مش اي فين، يعني نقدر نقول ببساطه ان جميع الفينز اللي بتنتبه داخله اخرها ال او دي. تعالوا نشوف زي مين كده. الانفيريور بترو زل اللي كان جاي من البوستيريور اسبيكت اوف ذا كافيرنس ساينس ودخل للجاجولار فورامين علشان ينتهي في الانترنال جاجولار فين. ده اول واحد من فوق. بعديه في مين؟ الاوكسيبتال، في بعض الاحوال اوكسيبتال والاوكسيبتال اخره ال بينتهي في الانترنال جاجولار او ينتهي في السب اوكسيبتال فينس بليكسس. الفين اللي بعد كده جاي من التنج اسمه لينجوال فين في اخره ال. الفين اللي بعد كده جاي من الفيس اللي هو الكومن فيشيال اخره ال. الفين اللي بعد كده اسمه فارنجيال من الفارنكس اخره ال. يبقى ده عندي خمسه فينز يحملوا في نهايتهم حرفي ال اللي هو الانفيريور بتروزال والاوكسيبتال واللينجوال كومنفيشيال والفارنجيال، واثنين بحرف الدي اللي هم السوبيريور ثايرويد فين والانفيريور ثايرويد فين. افكر والميدل ثايرويد فين عفوا، السوبيريور والميدل ثايرويد فينز. افكركم بان الانفيريور ثايرويد فين كان بينتهي في الليفت بريكوسيفاليك في معظم الاحوال او بينتهي في الرايت والليفت بريكوسيفاليك في احوال اخرى. ادي كانت التريبيوتريز المختلفه للانترنال جاجولار فين. طب ماذا لو شفنا الريليشنز بتاعته؟ احنا قلنا الريليشنز بتاعته هي نفسها الريليشنز اوف ذا كومن كاروتيد والانترنال كاروتيد ارتريز. الانترنال جاجولار فين كان متغطي من تحت بثلاثه سوبرفيشال استراكشرز، سكين سوبرفيشال فاشيا دي فاشيا، وكانت في 1 مصل اللي اسمها الاسترنوماستويد مصل. الجماعه الريليشنز دي كانوا بيعدوا من below the level of posterior belly of digastric. كان في عندي هنا مجموعه cervical lymph nodes وتو نيرفز. التو نيرفز كان الاكسسوري نيرف سباينال بارت منه اللي هو سباينال اكسسوري اللي هو الكرينر رقم 11، ونيرف تاني كان المفروض رقم 12 بس رقم 12 معدي من قدام، معدي من قدامنا على مين؟ على الاكسترنال والانترنال كاروتيد. اما هنا نجد برانش من اللي اسمه الديسندنت صاحب جلوساي اللي كان بيكون الانسا سيرفيكاليز، بيكون لوب من اللوبس اللي مكونه للانسا سيرفيكاليز، بيكون الديسندنج لمب اللي اسمه ديسندنج او ديسندنس هايبوجلوساي. ده كان تحت مستوى البوستيريور بيلي اوف ذا جاستريك. طب ماذا عن فوق مستوى البوستيريور بيلي اوف ذا جاستريك؟ في عند الستايلود بروسيس والاستراكشرز اللي ماسكه فيه الستايلو جلوسس ماسل والستايلو ستايلو فارنجيس، ستايلو جلوسس وستايلو فارنجيس. دي الستايلو جلوسس ودي الستايلو فارنجيس. كانت في عندي جزء من الباروتيد جلاند اللي كان داخل فيها الاكسترنال كاروتيد ارتري، كانت ايضا الديب بارت، الديب بارت او جزء من السوبرفيشال بارت لهذه الجلاند كان بيمثل سوبرفيشال ريليشن اوف ذا انترنال جاجولار فين. طيب الجاجولار الانترنال جاجولار فين ده هو ماشي الكورس بتاعه، كان امبيدد في قلب، مش امبيدد انكلودد بمعنى اصح، في قلب الكاروتيد شيس. الكاروتيد شيس ده نفكركم بيه كان واحد، كان تيوبلر شيس هو دريفيتيف من الديب فاشيا اوف ذا نيك، وكان بيمتد من فوق من البيس اوف ذا سكال في المنطقه المحيطه بالكاروتيد كانال والجاجولار فورامين. الشيس ده هيمشي يحيط بالانترنال جاجولار فين والانترنال كاروتيد من فوق والكومن كاروتيد من تحت. طب وضع الانترنال جاجولار فين ايه جوه الكاروتيد شيس؟
الكاروتي تشيز احب افكركم ان كان مغطي من علي من بره ماشي عامل كروسنج ليه اوبليكلي البوستير بيلي اوف ذا جاستريك ماسل. فنجد الانترنال جاجلر فين كان ماشي لاترال للانترنال كاروتيد ارتري انسايد ذا كاروتيد تشيز، كان يمشي بينهم عدد 4 كرينيال نيرفز من فوق مستوى البوستيريور بيلي اوف ذا جاستريك، وهيكمل منهم كرينيال نيرف واحد بس تحت مستوى البوستيريور بيلي اوف ذا جاستريك. مين الاربعة نيرفز دول؟ ادي هنا عندي الكاروتيد تشيز. انسايد ذا كاروتيد تشيز الانترنال جاجلر كانت ريليتد لمين؟ الاكسترنال كاروتيد طلع من الكومن كاروتيد وطلع بره الشيس، مالناش دعوه بيه. جوه الشيس الانترنال جاجلر كان ريتد لعدد 4 كرينيال نيرفز. اول واحد فيهم ماشي ان بتوين اند بيهايند ذا انترنال جاجلر والانترنال جاجلر والانترنال كاروتيد هو الفيجاس نيرف، وكان يمشي خط مستقيم تابع ليهم ولهمش لا يتحيز لاي واحد فيهم. النيرف رقم 11 كرينيال اللي هو اسمه الاكسسوري كان ماشي بين الانترنال جاجلر والانترنال كاروتيد، لكن النيرف ده انحاز الى الانترنال جاجلر، عمل كروسنج بوستيريوري للانترنال جاجلر علشان يروح للبوستيريو ترينجل ويغذي العضلتين اللي رايح يغذيهم اللي هم الاسترنوماستويد والترابيزيس. النيرف اللي بعد كده اللي ماشي ان بتوين اند بيهايند ذا انترنال جاجلر وانترنال كاروتيد اللي هو اللي كان اسمه الكرينيال نيرف ال 12 اللي هو الهايبوجلوسال نيرف. هذا النيرف غادر الشيس فوق مستوى الدايجستريك لكنه انحاز الى الارتيريال سايد، فمشي عمل كروسنج للانترنال كاروتيد والاكسترنال كاروتيد. يبقى النيرف اللي ورا اللي هو رقم 11 كرينال اكسسوري انحاز للانترنال جاجلر، اما النيرف رقم 12 فانحاز الى الارتيريال سايد اللي هم الانترنال كاروتيد والاكسترنال كاروتيد. نفتكر ان الفيجاس ده كان محايد ان كان ماشي ان بتوين اند باين وبنحس لاي واحد فيهم. في الحقيقه رقم 9 اللي هو اصغر واحد شاف الثلاثه الكبار مشوا كده انحاز هو الاخر الى الانترنال كاروتيد والاكسترنال كاروتيد، بس المره دي مشي ان بتوين ذا تو ارتريز. الهايبوجلوسال مش عامل كروسنج للتو ارتريز، اما الجلوسوفارينجال التاسع فمشي غادر الشيس بين الاكسترنال الانترنال كاروتيد من جوه والاكسترنال كاروتيد من بره سوبرفيشلي اقصد. دي كانت الريليشنز اوف ذا انترنال جاجولار فين انسايد ذا كاروتيد شيس باللاست فور كرينيال نيرفز. اما النيرفز اوف ذا نيك فكنا هنقسمها الى عدد من الاقسام. القسم الاول هو الكرينيال نيرفز وتشمل 12 بيرز اوف كرينيال نيرفز. القسم الثاني سيرفيكال بليكسس. القسم الثالث هي سمباثيك تشين او سمباثيك ترانك. هنتعرض دلوقتي لكل قسم من هذه الاقسام اللي بتكون النيرفز اوف ذا نيك. القسم الاول اللي هو الكرينيال نيرفز، عندنا 12 بيرز اوف كرينيال نيرفز. اول واحد فيهم اللي اسمه الاولفاكتوري ده كان بيور سنسوري نيرف. النيرف التاني اللي اسمه الاوبتيك كان ايضا بيور سنسوري نيرفز، ودولت هندرسهم بالتفصيل مع فرع النيورو اناتومي. النيرف التالت اللي هو السيرد كرينيال نيرف اللي اسمه الاوكيولو موتور، ده ميكسد نيرف كان جزء منه موتور والجزء الاخر كان باراسيمباثيتك. النيرف الرابع اسمه تروكليار نيرف، ده كان بيور موتور. اما الخامس اللي هو التراجيمنال نيرف، ده كان ميكسد جزء منه موتور والجزء الاخر كان سنسوري. واخيرا النيرف السادس اللي اسمه الابديوسن، ده بيور موتور. الاربعه كرينيال نيرفز ديت كانت ديستريبيوتد، ثلاثه منهم اللي هم 3 و4 و6 للاكسترا اوكولار ماسلز اوف ذا اوربت، اما الخامس فكانت توزع جزء منه اللي هو الاوفسالميك كان راح سنسوري للاوفسال للاريا اوف ذا اوربت، والجزء الثاني اللي هو الماكسيلري كان سنسوري لمنطقه المحيطه بالماكسيلا، الجزء الثالث اللي هو المانديبولر وده كان ميكسد نيرف جزء منه سنسري وجزء منه موتور وكان بيغذي منطقه الانفرا تمبرال ريجون. النيرف السابع اللي اسمه الفيشل نيرف، ده ميكسد نيرف، ده جزء منه موتور وجزء منه سنسري وجزء منه باراسيمباثيك. الثامن اللي هو الاوديتوري نيرف له اسم اخر فيستيبيولو كوكليير، وله اسم ثالث اسمه ستيتو اكوستيك وده ايضا بيور سنسري نيرف. اما النيرف التاسع فاسمه جلوسوفارينجال نيرف بالظبط زيه زي السابع، جزء منه كان ميكسد، هو ميكسد نيرف جزء منه موتور وجزء اخر سنسوري والجزء الثالث كان باراسيمباثيتك. النيرف رقم 10 اللي هو الفيجاس نيرف،
الفيجاس نيرف جزء منه موتور، جزء منه سنسوري، وجزء منه باراسيمباثيك زيه زي التاسع والسابع. النيرف رقم 11 هو الاكسسوري نيرف، ده بيور موتور نيرف. اما النيرف الاخير اللي هو رقم 12 الهايبوجلوسال نيرف هو ايضا بيور موتور نيرفز. هذه النيرفز 7 و9 و10 و11 و12 اللي هم اخر اربعه اللي هم ايه خمسه كرينيال هندرسهم حالا. اما النيرف رقم 8 فهندرسه مع النيرف رقم 1 و2 في فرع النيورو اناتومي. الان سنتعرض بالشرح الى الفيشيال نيرف. الفيشيال نيرف اللي هو السيفنس كرينيال نيرف، علشان نتعرض للكورس والريليشنز بتاعته هنرسم البيتروس بارت اوف ذا تيمبرال بون. جزء من التيمبرال بون كان بيراميد الانشيب، لو ميديال بارت ولاترال بارت. بداخل البيتروس بارت اوف ذا تيمبرال بون كان توجد هناك بوني كانال اسمها فيشيال كانال، لها فتحه من جوه. فتحتها الداخليه في النورما بيزاليس انترنا كان اسمها انترنال اكوستيك ميتس، فتحتها اللي من بره في النورما بيزاليس انكسترنا كان اسمها ستايلو ماستويد فورامين. الفيشيال كانال مش ماشيه ستريت كورس، دي ماشيه جزء منها لاترالي ثم جزء باكورد ثم الجزء الثالث كان نازل داون وورد. طيب في البيتروس بارت اوف تيمبرال بون كان يوجد تو بيج كافيتيز، كافيتي يقع ميديال اسمه كافيتي اوف ذا انترنال اير، وكافيتي اخر لاترال اسمه كافيتي اوف ذا ميدل اير. الميدل اير كافيتي ده كان عباره عن حجره لها اربع جدران وسقف ارضيه. انا هاخد منهم دلوقتي الميديال وول، وهاخد منها كمان البوستيريور وول اللي هم هيهمونا الان في موضوع شغلنا مع الكورس والريليشنز بتاعت الفيشيال نيرف. In front of the stylomastoid foramen كان يوجد الستايلويد بروسس، وكان ورا منه لازم يوجد الماستويد بروسس. الآن ال beginning of facial nerve والكورس والريليشنز والإند أند ترمينيشن من خلال هذه السلايد. الفيشال نيرف بيبتدي بتو روتس، موتور روت بيسموه الفيشال نيرف بروبر، وفي الجزء الآخر باراسيمباثيتك اند سنسوري يحمل تيست سنسيشن من التانج يسموه نيرفوس انترميدياس. الديب اوريجين للتو روتس دول هيتشرح مع النيورو اناتومي. خرج التو روتس الاخضر اللي هو هيمثل لي زي ما قلنا الفيشيال نيرف بروبر، والتاني الروت اوف اللي بيسموه نيرفوس انترميدياس، هيتحدوا مع بعض ويدخلوا متحدين الى الانترنال اكوستيك ميتس، وهيمشوا نفس الكورس اللي هتمشي الفيشيال كانال inside the petrous part of the temporal bone. at first هيدخل الفيشيال نيرف بالكومبوننت بتاعته، هيمشي laterally then posterior. posteriorly هيمشي above the medial wall of the middle ear ثم ينزل downwards in front of the posterior wall of middle ear، واخيرا هيخرج من الستايلوماستويد فورامين outside the cranial cavity. هيروح لمنطقة الفيس، هيقابل قدامه حارس ماسك قلم ودبابة، هو الستايلويد بروسس لن يصطدم به، لكنه it curves around the lateral side of styloid process to reach البروتيد جلاند، وهنا هيدخل للجلاند من البوسترو ميديال سيرفيس ويمشي انسايد ذا سبستانس اوف ذا جلاند از ذا موست سوبرفيشال ستراكشرز، وهيدي توضيحاته وبرانشاته اللي اتكلمنا عليها في الفيس من خلال الديفرنت سايتس اوف ذا جلاند. ده كان الكورس والريليشنز اوف ذا فيشيال نيرف inside the petrous part of temporal bone اللي بيسموه الانتراكرينيال كورس اوف فيشيال نيرف. طيب هنمسك الرايت فيشيال نيرف فور اكزامبل ونتكلم على البرانشز بتاعته تفصيلا. دي البتروس بارت اوف تمبرال بون بالجزئين بتوعها، الجزء الميديا اللي هو الانر اير او الانترنال اير، والجزء اللاترال المستطيل في الشكل ده او المتوازي المستطيلات اللي هو الميدل اير. الفيشيال نيرف بتاعنا جايب الكورس بتاعه وجايب التو كومبوننتس، افكر واقول تاني التو كومبوننتس اللي هم الفيشيال موتور بروبر
والفيشال نيرف بروبر اللي هو الموتور روت، والباراسيمباثيك والتست روت اللي هو اللي اسمه نيرفس انترميدياس. دخل هنا مش الكورس بتاعه، هنا دي كانت الانترنال اكوستيك ميدس مش الكورس بتاعه. اكرر تاني، ات فيرست لاترالي ثم يمشي بوستيريورلي، والاثنين دول كانوا هوريزونتال. عند اتصال اللاترال بارت البوستيريور بارت اللي كان ماشي هوريزونتال، هنجد في جانجليون قاعده في هذه المنطقه هيسموه جينيكيوليت جانجليون. جينيكيوليت او جينيكيولار جايه من جينيو، جينيو عند ركبه، يعني توجد عند ركبه النيرف. الجزء الثالث اللي يمشي في الفيشيال كانال ماشي داون ووردز، يعني فيرتيكال، لحد ما يطلع زي ما قلنا من الستايلو ماستويد فورامين. تعالوا نتعرض للبرانشز اوف ذا فيشيال نيرف انسايد ذا فيتروس بارت اوف تمبرال بون، او اللي يسموها انترا كرينيال برانشز. اول واحد فيهم كان اسمه جريتر سوبرفيشيال بتروزال نيرف، واسم الشهره بتاعه جريتر بتروزال نيرف. ده هيخرج من الجينيكيوليت جانجليون، يعني هيخرج من الفيشيال نيرف عند نقطه اتصال اللاترال بارت بالبوستيريور بارت، الاثنين اللي كانوا ماشيين هوريزونتال. هيمشي فوروردز اكروس ذا ميدل اير، ثم يغادر البيتروس بارت اوف تمبرال بون عبر قنال صغيره، كانال فيري سمول اوبننج، هيسموها باسم الجريتر بتروزال، فيسموها الجريتر بتروزال هيتس. هيخرج منها الجريتر بتروزال نيرف، يمشي على الانتيريور سيرفيس اوف ذا فيتروس بارت اوف تمبرال بون، يدخل للفورامين لاسرام. بدخوله للفورامين لاسرام هيتحد معاه سمباثيتك نيرف جاي من البليكسس اللي حوالين الانترنال كاروتيد ارتر اللي كان بيمر في هذه المنطقه، والنيرف ده بيسموه ديب بتروزال نيرف. اتحاد الديب بتروزال نيرف مع الجريتر سوبرفيشال بتروزال نيرف اللي هو الجريتر بتروزال، ودخولهم الى الفورامين لاسرام، هيخرجوا من الفورامين لاسرام متحدين يكونوا لي نيرف يمشي في نفق مظلم واسمه الفيديان نيرف او نيرف اوف ذا تيريجويد كانال. النيرف اوف ذا تيريجويد كانال بالتو كومبوننتس بتاعته، الباراسمباثيتك كومبوننت اللي هو الجريتر بتروزال نيرف، والسمباثيتك كومبوننت اللي هو الديب بتروزال نيرف، هيعملهم ريلي في جانجليون. الباراسمباثيتك روت هو اللي هيعمل الريلي، هيعملوا ريلي هنا في، عفوا، في سفينو بلاتين جانجلون، مش في الاوتك، عفوا، في السفينو بلاتين جانجلون اللي كانت قاعده في التريجو بلاتين فوسا، وهيخرجهم البرانشز البوست جانجليونيك من السفينو او التريجو بلاتين جانجلون، هيخرجوا منها ويغذوا ثلاثه ميوكاس جلانز، واحده منهم في النوز والثانيه في اللاكريمال والثالثه في البلاتين ارياز، فيسموا البرانشز ديت نيزل ولاكرمال وبالاتين برانشز. ده عن الجريتر بتروزال نيرف. اما النيرف الثاني فاسمه كوردا تمباناي، فهو باراسمباثيتك. باراسمباثيتك يعني ايه؟ باراسمباثيتك يعني جاي من النيرفس انترميدياس اللي هو الباراسمباثيتك روت اللي طلع منه ايضا الجريتر بتروزال. ده هيطلع من الفيرتيكال بارت of the facial nerve اللي ماشي in front of the posterior wall of the middle ear cavity. هيمشي في middle ear cavity horizontally forwards ثم يخترق ال wall ال anterior wall of the petrous part of temporal bone عن طريق فيشر صغير. الفيشر الصغير ده هيسموه سكويمو تمبانيك فيشر. هيغادر الكوردا تمباناي وينزل من السكويمو تمبانيك فيشر outside the skull، يعني يمشي انتراكرينيال. المنطقه ديت الانتراكرينيال بارت من هذه المنطقه هي الانفرا تمبرال ريجون. هناك عايز يمشي بسوار طويل، عايز يروح لجانجليون مش قادر يوصل، فهيتحد مع سنسوري نيرف اسمه اللينجوال نيرف، يدخل معاه في اكيوت انجل علشان يوصله هنا لجانجليون اسمها سب مانديبولار جانجليون. هيعمل فيها ريلي ويطلعهم ثلاثه بوست جانجليونيك برانشز من السب مانديبولار جانجليون المسؤول عنهم الكوردا تمباناي. هيخرجوا الثلاثه برانشز ديت البوست جانجليون ويغذوا ثلاث مناطق. اول برانش ده كان تيست شايل من الانتيريور تو سيرز اوف ذا تانج تيست سنسيشن. التو برانشز التانيين ده البرانش الاولاني هيمشي مع اللينجوال نيرف، اما التو برانشز التانيين فهيروحوا مباشره للسب لينجوال والسب مانديبولار سليفري جلانز، ويغذوا الماي اوبيسيليال سيلز المحيطه بالاسيناي بباراسمباثيتك انرفيشن. ده النيرف الثاني اللي اسمه الكوردا تمباناي اللي هو السكند برانش اللي كان طالع من الفيشيال نيرف.
اما البرانش الثالث فهو موتور، فده اللي جاي من الفيشيال الروت اوف ذا فيشيال نيرف بروبر، طالع ايضا من الفيرتيكال بارت اللي هو ماشي ان فرونت اوف ذا بوستيريور وول اوف ذا ميدل اير كافيتي، ويمشي مباشره يغذي العضله اللي اسمها استابيدياس ماسل. الاستابيدياس ماسل من العضلات اللي خارجه من السكند فرينجيال ارش، وعلشان كده كانت بتتغذى ببرانش طالع من الفيشيال نيرف. على الاساس ده لو قلنا مراجعه سريعه هنجد ان الفيشيال نيرف بيطلع لي في انسايد سكرينيال كافيتي، يعني انسايد بيتروس بارت اوف تمبرال بون، يطلع ثلاثه برانشز، جريتر بتروزل وليسر بتروزل، ودي باراسمباثيك نيرفز جايه من النيرفس انترميدياس روت بتاعه، اما النيرف تو استابيدياس فده جاي من الموتور روت اوف ذا فيشيال نيرف. النيرف اللي بعد كده لما نم مجموعه النيرفس اللي اسمها لاست فور كرينيال نيرفس، 9 و10 و11 و12 كرينيال نيرفس. القصه بتاعتهم لهم مسار مشترك، مسار محدد ومعروف متشابه بين الاربعه كرينيال نيرفس في اجزاء كتيره منه، علشان كده احنا بنرسم لهم رسمه واحده تجمعهم مع بعض ونعيد تفصيلهم فيما بعد. ده المندبل، ورا المندبل بشويه هنجد الماستويد بروسيس، طالع من الميديال سايد اوف ذا ماستويد بروسيس، في حيثما يوجد نوتش اسمه ماستويد نوتش او دايجستريك نوتش، طلع العضله اللي اسمها البوستيريور بيلي اوف دايجستريك اللي كانت اتحدت مع الانتيريور بيلي اوف ذا دايجستريك بالانترميديال تندون فوق مباشره الهايويد بون. بعد كده انا عندي ان فرونت اوف ذا ماستويد بروسيس هنجد الستايلود بروسيس، وخارج منه ماسك في عدد خمسه ستراكشرز، بعض منهم كان ماسلز والبعض منها كان ليجمنتس بيسموها ستايلويد اباريتاس، فهنا دي اسمه ستايلويد بروسيس اند ستايلويد اباريتاس الستراكشرز اللي ماسكه فيه. طالع من نازل من المندبل ورايح للهايود بون المايلو هايويد ماسل، وخارج من الهايود بون رايح للطنج اللي عدى على الميديال سيرفيس او انسايد ذا مندبل الهايوجلوسس ماسل. طيب ادي الجاجولار فورامن، ومن الجاجولار فورامن كان بينزل الفين الشهير المعروف باسم الانترنال جاجولار فين، ده جاي من فوق لتحت. في نفس التوقيت كان الكومن كاروتيد ارتري جاي من تحت لفوق وتفرع لفرعين اتنين، الانترنال كاروتيد ارتري اللي ماشي ان لاين مع الكومن كاروتيد ودخل في الكنال اللي اسمها كاروتيد كنال، اما الثاني فكان الاكسترنال كاروتيد ارتري وده اللي كان مشي على بيهايند ذا انجل اوف ماندبل وانتهى بيهايند ات ذا ميدل سايد اوف اتس نيك بانه اتفرع للفرعين بتوعه. طيب يجمع الانترنال كاروتيد والانترنال جاجولار ثم الكومن كاروتيد والانترنال جيجولار تيوبيولار شيس مصنوع من الديب فاشيا اوف زينك اسمه الكاروتيد شيس. بداخل الكاروتيد شيس ده كان بيمشوا اخر اربعه كرينيال نيرفس هنبتدي بيهم الان برقم اول واحد فيهم اللي هو التاسع. الناينث كرينيال نيرف اللي اسمه الجلوسوفارينجيال نيرف جاي منين؟ لو ديب اوريجين جاي من جزء من البرينستيم، جزء المخ اللي اسمه برينستيم جاي من بارت اسمه مظله اوبلونجاتا. هيدخل النيرف يمشي مسار، المسار ده هنكرره مع بقيه الكرينال نيرفز ارجو انكم تاخدوا بالكم منه. اول ما يدخل في الجاجولار فورامن، وبعد ما يعدي في الجاجولار فورامن هيصل الى داخل الكاروتيد شيز زي ما انا بشاور بالرسم. Inside the carotid sheath هيمشي deep to the structures attached to the styloid process، يعني هيمشي deep للstyloid process والstructures اللي ماشي متصلة بيه اللي هو اللي هي styloid apparatus، ثم يمشي deep to the posterior belly of digastric، ثم يغادر الكاروتيد شيث بمروره بين it passes between the internal carotid and external carotid، ثم يدخل بين عضلتين من عضلات الكونستريكتورز اوف ذا فارينكس، ثم يمشي يتسحب على الديب سايد على الميديال سايد على الانر اسبيكت اوف ذا هايوجلوسس وينتهي في البوستيريور وان ثيرد اوف ذا تانج. ده كان الجلوسوفارينجيال نيرف اللي هو كرينيال نيرف رقم 9. النيرف العاشر اللي هو الفيجاس نيرف، وهنتكلم ليه سموه فيجاس بعد كده. الفيجاس نيرف هيمشي مسار مشابه الى حد كبير، هكرر نفس الكلام بطريقه اخرى.
الفيجاس نيرف. شوفوا الرسمة بتاعته، همسحها وارسمها تاني، ده الفيجاس نيرف. نفس المشوار اللي مشيه الجلوسوفارينجيال نيرف الجزء الأول منه، دخل من أيوه الجاجولار فورامين انسايد ذا بالظبط الكاروتيد شيس، مشي ديب تو ذا ستايلود بروسيس اند ستراكشرز اتاشت ليه، ثم مشي ديب لي البوستيريو بلي اوف ذا جاستريك وكمل طريقه ان بتوين اند بيهايند ذا تو بيج فيزلز انسايد ذا كاروتيد شيس، اللي هم الانترنال جاجلر والانترنال كاروتيد من فوق والانترنال جاجلر والكومن كاروتيد من تحت، ثم يصل الى الثوركس، وهنحكي القصه بتاعته بعد كده في الثوركس. ده نيرف رقم 10 كرينيا اللي اسمه الفيجاس. النيرف اللي بعد كده اللي هو رقم 11 كرينيا اللي اسمه الاكسسوري، نفس المسار، هيطلع من نفس المكان اللي طلع منه من الفيجاس واللي طلع منه الجلوسوفارينجال اللي هو المدلة اوبلونجاتا اوف ذا برين ستيم، من منطقه النخاع المستطيل في جذع المخ. هيغادر الديب اوريجين بتاعه ويغادر البرين ويغادر السكال عن طريق بالظبط الجاجولار فورامين زيه زي الفيجاس وزيه كمان زي الجلوسوفارينجيل، يدخل للكاروتيد شيس ديب تو ذا ستايلود بروسيس اند ستراكشرز اتاتشد تو ات، ينزل داون ووردز ديب تو ذا بوستيريور بيلي اوف دايجاستريك، ينزل داون ووردز ويفضل انه يغادر الشيس عن طريق انه يعمل كروسنج باك ووردز كروسنج اوفر متجها باك ووردز على الانترنال جاجولار فين. من الرسمه ديت هيبقى لنا حقيقتين في منتهى الاهميه. الفيجاس نيرف كان ماشي نيوترال متعادل، لا له علاقه بده بالارتري ولا فين، ماشي ان بتوين اند بايند في خط مستقيم. اما الاكسسوري نيرف فالاكسسوري نيرف كان ماشي منحاز الى جانب الفين. اما الجلوسوفارينجيال نيرف فانحاز الى جانب الارتريز. نفسي اقول حاجه بخصوص الاكسسوري نيرف. الاكسسوري نيرف هو خارج، في الحقيقه ما كانش خارج، الجزء اللي حكيت عنه هو الكرينيال بارت اللي كان خارج من المظله اوبلونجاتا، الا انه كان له انذر بارت او انذر روت كان جاي من ورا، كان جاي من الابر 5 او الابر 6 سيرفيكال سيجمنتس اوف ذا سباينال كورد، طلعوا مع بعض عملوا روت واحد، الروت ده اسمه سباينال روت، اتحد مع الكرينيال روت، الكرينيال روت اللي جاي من المظله اوبلونجاتا، وعملوا الاكسسوري نيرف المشترك المتحد المكون من التو روتس، هو ده اللي دخل في الجاجولار فورامين. لما دخل في الجاجولار فورامين مباشره مشي لمسافه ثم ترك الكاروتيد شيس، مش المسافه داخل الكاروتيد شيس والمشوار اللي حكينا عليه من شويه، ثم غادر الكاروتيد شيس. بس اللي غادر مش كل الاكسسوري نيرف، ده السباينال روت رجع لورا تاني للمكان اللي طلع منه السباينال روت، مكان البيجيننج بتاعه. اما الكرينيال روت فكان اتوزع مع من خلال برانشات الفيجاس نيرف ومشي مع الفارينجيال برانشز اوف ذا فيجاس نيرف. العصب اللي بعد كده اللي اسمه الاكسسوري اللي اسمه الهايبوجلوسال نيرف. الهايبوجلوسال نيرف اللي هو الكرينيال رقم 12 خارج من المظله لو ديب اوريجين اللي هي المظله اوبلونجاتا اوف ذا برين ستيم، غادرها عن طريق انتيريور كوندايلر فورامين، مشي عمل سبايرال تيرن لفه حلزونيه حوالين الفيجاس نيرف، مالوش علاقه بالجاجلر فورامين، ده دخل الكاروتيد شيس، مشي ديب تو ذا ستايلود بروسيس اند ستراكشرز اتاتشد تو ات، ومشي ايضا ديب تو ذا بوستيريور بلي اوف ذا جاستريك، الا انه في الحقيقه فضل انه يغادر الشيس زيه زي مين؟ زي 9 و11، غادر الشيس بس المره دي معدي على الاتي، معدي على الاكسترنال كاروتيد واول برانشز طالع منه، الانترنال كاروتيد الاول ثم يعدي على الاكسترنال كاروتيد واول برانشات خارجه منه، ثم يمشي مسار فوق الهايويد بون سوبرفيشال تو ذا هايوجلوسس ديب لحاجتين اتنين، ديب تو ذا بوستيبل اوف ذا جاستريك اند ديب تو ذا انترميديات تندون اوف ات، ويدخل ديب للمايلوهايويد ويتوزع للماسلز اوف ذا تانج حيثما تتغذى بيه. ده كان ملخص سريع
للبرانشز او اللاست فور كرينيال نيرفس. ملخص سريع للكورس، ونلاحظ ان الكورس اللي فوق مستوى البوستير بيلي اوف دايجستريك كان كورس مشترك بين هذه الاربعه كرينيال نيرفس. اما تحت مستوى البوستيريور بيلي اوف دايجستريك فالترمينيشن بتاعهم اختلف. الفيجاس نيرف مشي على طول من غير ما يعمل كروسنج لاي حد. السباينال روت اوف ذا اكسسوري نيرف انحاز الى جانب الانترنال جيجلر وعدى من عليه وصل الى الخلف. اما تسعه التاسع اللي هو الجلوسوفارينيال فانحاز الى الانترنال كاروتيد والاكسترنال كاروتيد ومشي ان بتوين ذيم في طريقه الى الفارينكس والبوستيريور وان ثيرد اوف ذا تانج. اما ال 12 اللي هو الهايبوجلوسال فانحاز فعلا هو كمان الارتيريال سايد وعدى ان فرونت او كروسز اوفر ذا انترنال كاروتيد والاكسترنال كاروتيد والبرانش بتاعته، وبعد كده مشي مساره الطويل لحد ما وصل الى المسلز اوف ذا تانج. طيب احنا هنبتدي ناخدهم واحد واحد ونفصله بتفصيل اكتر شويه. رقم واحد هنا الجلوسوفارينجيال، رقم واحد في مجموعه الاربعه لاست كرينيال نيرفز اللي هو الجلوسوفارينجيال نيرف. هنرسم الخريطه اللي هيتحرك عليها هذا النيرف. واضح من اسمه ان جزء منه رايح للتانج وجزء منه رايح للماوس، والباقي هيغذي ايه؟ هيغذي ايضا استراكشرز ريليتد، لكن الجزء الكبير كان للتانج وكان للفارينكس. الخريطه بتاعتنا اللي هيمشي عليها الجلوسوفارينجيال نيرف كانت تشمل الاتي: الهايويد بون، الهايويد بون فوق منها شويه المندبل ثم التانج. يصل الهايويد بون بالتانج عضله اسمها هايوجلوسس ماسل من عضلات السبمانديبولار ريجون اللي كانت كونت الفلور اوف ذا دايجستريك ترانجل. هنا كان في عضلتين من عضلات الفارينكس بيسموهم كونستريكتور ماسلز، اللي هيظهر عندي في الصوره السوبيريو كونستريكتور والميدل كونستريكتور. الانفيرور تحت شويه ملهاش علاقه بموضوعنا اللي هو الجلوسوفارينجيال نيرف. بين السوبيريو كونستريكتور وبين الميدل كونستريكتور في فتحه صغيره موجوده اسمها فارينجيال جاب، احد اربع فارينجيال جابس توجد بين الكونستريكتور ماسلز اوف ذا وول اوف ذا فارينكس. بعد كده انا كان عندي ده ستايلويد بروسس وكان في عضلتين اتنين خارجين منه، عضله رايحه للتانج اسمها ستايلوجلوسس وعضله رايحه للفارينكس اسمها ستايلوفارينجياس. ده كان الانترنال كاروتيد ارتري وهو في طريقه الى البيس اوف ذا سكال بيدخل في الكاروتيد كانال. هيظهر هنا عندي الاكسترنال كاروتيد ارتري الانذر برانش اللي كان خارج من الكومن كاروتيد ارتري. بعد كده الجاجولار فورامين والفين اللي خارج منه اللي اسمه انترنال جاجولار فين. المنظر ده سايد فيو عاوز اتعرض فيه. انا شلت البونز علشان نشوف الكورس بتاع الجلوسوفارينجيال من قرب شويه. ادي الانترنال جاجولار من بره ريليتد لاترالي تو ذا انترنال كاروتيد ارتري. ده الانترنال كاروتيد وده الاكسترنال كاروتيد بينهم جاب. دي الميدل كونستريكتور السوبير كونستريكتور والميدل كونستريكتور وبينهم ايضا جاب. نشوف الجلوسوفارينجيال جاي ازاي. جاي من الجاجولار فورامن ديب تو ذا ستايلويد بروسس، دخل الكاروتيد شيس، شوفوا ماشي ازاي اهو، مشي نفس المسار وطلع بين الانترنال كاروتيد وبين الاكسترنال كاروتيد ودخل بين ذا سوبيريور كونستريكتور اند ميدل كونستريكتور، ثم عدى ديب للهايوجلوسس ماسل علشان يصل للبوستيريور وان ثيرد اوف ذا تانج. هذا المسار هيفكرنا بقصه انسانيه هحكيها بعد شويه من قصص الحياه. هنتكلم دلوقتي على البرانشز اوف ذا جلوسوفارينجيال نيرف. نرسم الخريطه بتاعتنا. الجاجولار فورامين، الجاجولار فورامين ده كان قاعد هو عباره عن فتحه في ديبريشن كبيره اسمها جاجولار فوسا. في الانتيريور وول بتاعنا كانت توجد ماينيوت اوبننج اسمها تيمبانيك كاناليكولاس. قدام الجاجولار فورامين كان في الميدل اير كافيتي اللي كانت قاعده في البيتروس بارت اوف تمبرال بون. دي البيتروس بارت اوف تمبرال بون انا مش راسمها، انا من راسم جزء منها اللي هو الميدل اير كافيتي. في البيتروس بارت اوف تمبرال بون كان في فتحه صغيره اسمها ليسر بتروزال هياتس.
قدام شوية هنجد الفتحة الشهيرة المعروفة باسم الفورامن اوفال. دي مش موجودة في البتروس بارت اوف تمبرال بون، دي موجودة في العظمة اللي قدام البتروس بارت اوف تمبرال بون اللي هي كانت الجريتر وينج اوف سفينويد بون. الفورامن اوفال كان تحتيه بشوية كان هنجد منطقة الانفرا تمبرال ريجون، ودي كانت الاوتيك جانجليون. قدام منها بشوية او بره منها هنجد الباروتيد جلاند. تحت شوية هنجد عندي التانج، ورا التانج في عندي البالاتاين تونسل، من تحت كان في عندي جاي الانترنال كاروتيد والاكسترنال كاروتيد ارتريز. دي كانت الخريطة الاورجانز، طبوغرافيا المنطقة شاملة كل الاورجانز اللي هيغذيها تقريبا الجلوسو فارينجيال نيرف الكرينيال نيرف رقم 9. دي كانت الميدل كونستريكتور ماسل، وانا تخليت عن السبيلو الكونستريكتور لانها هتغطي على اجزاء من الرسمة انا مش محتاجها. جاي عندي الجلوسو فارينجيال نيرف، مش الكورس بتاعه اللي حكينا عليه قبل كده واللي هعمل مراجعة سريعة عليه، من الجاجلر فورامن للكاروتيد شيس، عدى in between the internal and the carotid wall internal jugular، مش in between the internal carotid and the external carotid، مش in between الجاب اللي between the middle constrictor and superior constrictor، لحد ما وصل في النهاية في طريقه الى التانج. تعالوا نشوف البرانشز اللي خارجة منه، ناخدهم بالترتيب. قبل ما يدخل للجاكلر فورامين وهو inside the cranial cavity اداني sensory branch غذى المينينجيس of the posterior cranial fossa. البرين كفرنج اللي اسمه المينينجيس بيتغذى بالكرينيال نيرفز. واحد من البرانشز كان جاي من الجلوسوفارينجيال نيرف وهو لسه في مكان خروجه من البوستيريور كرينيال فوسا قبل ما يدخل للجاجولار فورامن. دخل للجاجولار فورامن، هو في الجاجولار فوسا كان اداني برانش، البرانش ده هو يعني هنرسمه تاني كده. البرانش ده هيمشي مسار لولبي، مسار طويل من اجل انه يصل للباروتيد جلاند. البرانش ده ما كانش سينسوزرال زي المينينجيال برانش، البرانش ده كان باراسيمباثيتك. جاي منين؟ جاي من الانفيريور جانجليون اوف ذا جلوسوفارينجيال نيرف، وهيدخل هو في الجاجلر فوسا هيدخل للتيمبانيك كاناليكولاس فيسموه تيمبانيك برانش. هيمشي هذا المسار لحد ما يصل الى الميدل اير كافيتي، هيصطدم بالميدل اير كافيتي اللي هي عظمة هيتكسر اللي فيها ويعمل بليكسس يسموها تيمبانيك بليكسس، وهيخرج منها مصابا من هذا الحادث عن طريق فتحة صغيرة اسمها ليسر بتروزال هياتس. يقرر انه يترك هذه المنطقة تماما، هيغير اسمه وهيغير مكانه من تيمبانيك برانش الى ليسر سوبرفيشيال بتروزال نيرف. غادر الميدل اير كافيتي عن طريق الليسر بتروزال هياتس، وقال انا هسيب المنطقه دي تماما والجا لمنطقه جديده ما فيهاش حوادث. راح لمنطقه جديده هي الانفرا تمبورال ريجون، دخلها عن طريق الفورامن اوفال. في الفورامن اوفال هيصل الى الاوتيك جانجليون بعد ما يعدي كابري جانجليونيك روت، وهنا هيعمل ريلي ويطلع البوست جانجليونيك برانش. البوست جانجليونيك من الاوتيك جانجليون اللي كان البري جانجليونيك بتاعه ليسر سوبرفيشال بتروزال، هيطلع البوست جانجليونيك يصل الى الباروتيد جلاند. بس هل يا ترى هيصل بمفرده؟ في الحقيقه بعد المشوار ده والحوادث اللي تعرض لها الكسور وتغيير اسمه اضطر انه يركب تاكسي عشان يصل الى الباروتيد جلاند. التاكسي ده قلناه قبل كده بالظبط زي ما انتم قلتم، هو الاوريكولو تمبورال نيرف سنسور برانش اللي كان خارج من المانديبولار نيرف وكان وصل لجزء في مساره معدي على الباروتيد جلاند، هيشيل البوست جانجليوني كروت اوف ذا اوتيك جانجليون اللي كان اصله ليسر بتروزال، وهيخرج يغذي الماي اوبيسيليال سيلز اللي محيطه بالاسيناي اوف ذا باروتيد جلاند، وهيغذيها بباراسيمباثيتك انرفيشن من اجل انه يعصر الجلاند وينزل منها السلايفا. ده كان البرانش الثاني والكبير اللي كان خرج من الجلوسو فارينجيال نيرف. البرانش الثالث كمان عباره عن سنسوري برانش اسمه كاروتيد برانش، هيغذي الكاروتيد ساينس والكاروتيد بودي. البرانش الثالث كانش واحد، ده كان مجموعه من البرانشز
اسمها فارينجيال برانشز رايحه لتكون بليكسس. هذه البليكسس تقع على الميدل كونستريكتور يسموها فارينجيال بليكسس. اشترك في تكوين هذه البليكسس الاتي: فارينجيال برانشز من الجروسو فارينجيال، وبرانشز وفارينجيال برانشز من الفيجاس، وايضا سيمباثيتك برانشز من الارترز القريبه من هذه المصل من او هذه البليكسس. طيب بعد كده في سنسوري برانش رايح يغذي البلاتين تونسل، وهناك تيرمينال برانش اللي هو تيرمينال لينجوال برانش رايح يغذي البوستيريور وان ثيرد اوف ذا تانج بنوعين اثنين من السنسيشن: جنرال سنسيشن اللي هو البين والتاتش والتمبريتشر، والتيست سنسيشن. اذا التيست سنسيشن من البوستيريور وان ثيرد اوف ذا تانج هو جنرال سنسيشن، بيشيلهم اللينجوال برانش اوف ذا جلوسوفارينجيال نيرف. اما الانتيريور تو ثيردز اوف ذا تانج فكان الجنرال سنسيشن يشيلوا اللينجوال برانش اوف مانديبولار، والتيست كان الكوردا تمباناي اوف فيشيال. دي كان استعراض سريع للبرانشز اوف ذا جلوسوفارينجيال نيرف. طيب اما عن الريليشن والبرانش ريليشنز والبرانشز اوف ذا فيجاس نيرف فهنستعرضها من خلال هذا الدياجرام. الثيرويد كارتليج تحت منه الكرايكويد كارتليج اللي هو بيكمل الثيرويد كارتليج في الميكنج اوف ذا لارينكس. تحت منهم على طول هتنزل التراكيه، الارش اوف اورتا بتخرج منه البرانشز الكبيره، الليفت سبكليفيان، الليفت كومن كاروتد. اما الرايت سبكليفيان والرايت كومن كاروتد فكانوا خارجين من البريكيوسيفاليك ترانك بهذه الطريقه. بعد كده دي كانت الفيرست ريب معدي من عليها السبكليفين ارتري، وكانت المصل اللي اسمها سكالينس انتيرو قسمته الى ثلاث اجزاء: الفيرست بارت ميديال، السكند بارت ديب او بوستيريور، الثيرد بارت كان لاترال. الانترنال جاجلر فينز الاثنين بيقعوا لاترال تو ذا كومن كاروتيد ارتريز، وبيحوطهم مع بعض انفلوب من دي فاشيا اللي هي الكاروتيد شيز. الانترنال جيجولار في ناحيه الاثنين بيتحد مع السبكليفيان علشان يكونوا البريكيوسيفاليك فينز اللي يتحدوا مع بعض ويعملهم السوبيريور فينا. كيف ده مش موضوعنا صحيح، لكن دلوقتي موضوعنا احنا بعد ما رسمنا الارض اللي هيتحرك عليها الفيجاس نيرف، الان نستعرض مسار الفيجاس نيرف والبرانشز اللي خارجه منه. انا عندي ليفت فيجاس ورايت فيجاس، دي الثيرويد جلاند. الليفت فيجاس نيرف، الليفت فيجاس نيرف جاي من الكاروتيد شيز بين الانترنال جاجلر والكومن كاروتيد، مش ان بتوين ذا تو ارتريز، الكومن كاروتيد والسبكليفين ارتري ده على الليفت سايد، وبيكمل طريقه انتيرو انتو ذا ليفت سايد اوف ارش اوف اورطا. بلو ذا لوور بوردر اوف ارش اوف اورطا كان بيديني برانش راجع عائد الى اللارينجز، فبيسموه العائد الى اللارينجز اللي هو الريكرنت لارينجيال نيرف. الريكرنت لارينجيال نيرف على الليفت سايد كان بيعود بعد ما يمر من تحت اللور بوردر اوف ارش اوف اورطا، ويمشي بين التراكيه من قدام والاسوفيجس من ورا، ورا اللوب اوف ذا ثيرويد جلاند، حتى يصل الى مقره النهائي حيثما يغذي الديستريبيوشن بتاعه في اللور هاف اوف ذا ثيرويد كارتريدج. ده كان على الليفت سايد. على الرايت سايد كان الرايت فيجاس نيرف ماشي بين الرايت كومن كاروتيد وبين الانترنال جاجلر فين. بعد كده هيمشي يعدي يعمل كروسنج للسبكليفيان ارتري، وهو عند هذه النقطه هيديني انذر برانش مماثل للاخر اللي على الليفت سايد، يعود الى اللارينكس، بس يعود الى اللارينكس من تحت السبكليفيان ارتري، فهيسموه رايت ريكرنت لارينجيال. اذا انا عندي الليفت ريكرنت لارينجيال عائد من تحت الارش اوف اورطا، وعندي الرايت ريكرنت لارينجيال عائد لمين؟ لللارينكس من تحت الرايت سبكليفيان ارتري. هيرجع من اللارينكس هيغذوا ايه في اللارينكس؟ هيغذوا اللور هاف اوف ذا لارينكس بموتور وسنسوري نيرف سبلاي. موتور نيرف سبلاي لكل عضلات اللارينكس ما عدا عضله واحده بس اسمها الكريكو ثيرويد ماسل، ويديك سنسوري انرفيشن للميوكوس ممبرين في اللور هاف اوف ذا لارينكس. طيب
ده هناخد برانشات، البرانشز اللي خارجه من الفيجاس نيرف من تحت لفوق، خدنا من تحت الريكورنت لارينجال نيرف، نطلع فوق شويه هنجد في نيرف تاني رايح لللارينكس بس من فوق اسمه السوبيريور لارينجال نيرف. انا عندي اتنين على كل سايد، كل سوبيريور لارينجال نيرف جاي من فوق، امال انا ليه ما سميتش اللي تحت انفيريور لارينجال؟ انفيريور لارينجال كان وصل لللارينكس من نفس المستوى ده، لما كونه نزل ورجع تاني فسميته ريكورنت لارينجال. مفيش انفيريور لارينجال نيرف، مفيش انفيريور لارينجال نيرف، في فقط سوبيريور لارينجال وريكورنت لارينجال نيرف. السوبيريور لارينجال نيرف يخرج من الفيجاس نيرف من فوق مستوى اللارينكس، هينقسم لقسمين اثنين، اكسترنال لارينجال وانترنال لارينجال. الاكسترنال لارينجال هيغذي عضله واحده فقط اسمها الكريكو سايلود ماسل، اما الانترنال لارينجال نيرف فكان اخترق الميوكس، اخترق السيروهايود ممبرين اللي جاي من السيرويد كارتج راح للهايود بون وهيدخل للميوكس ممبرين اوف ذا ابر هاف اوف ذا لارينكس عشان يغذيه. اذا السوبيريور لارينجال، اذا اكسترنال لارينجال وده موتور، موتور الكريكو سيرويد، وانترنال لارينجال سنسوري للميوكس ممبرين اوف ذا ابر هاف اوف ذا لارينكس. يبقى دلوقتي عندي اول مجموعه برانشز خارجه من الفيجاس نيرف اسمها لارينجال برانشز. طيب في فارينجال برانش، فرنجال برانش ده انا عايز اقف عنده شويه. فرنجال برانش اوف فيجاس نيرف، احنا نتذكر مع بعضنا الاكسسوري نيرف اللي كان له اتنين روتس، سباينال روت ده اللي مشي ورجع ورا وساب الكاروت تشيس بانه عدى كروسنج اوفر ذا انترنال جيجلر، جيجلر عشان يغذي العضلتين بتوعه اللي هم الاسترنوماستول والترابيزيوس. امال ما اتكلمناش عن الكرينيال بارت اوف اكسسوري نيرف ده عمل ايه؟ بعد ما ساب الاكسسوري نيرف التحق بالفيجاس نيرف وتوزع من خلال الفيجاس نيرف ببرانش اسمه الفرنجيال برانش. اذا الفرنجيال برانش اوف فيجاس نيرف هو بشحمه ولحمه الكرينيال بارت اوف اكسسوري نيرف اللي دخل الفيجاس نيرف وتوزع من خلال البرانشز بتاعته للعضلات المختلفه في هذه المنطقه، وهنحكي عليها بعدين في الديب اوبننجز او الكافيتيز اللي موجوده في الهيد اند نيك. في بعد كده اتنين تو برانشز، منينجال برانش للمنينجيز اوف ذا بوستيريور كرينيال فوسا، واوريكولار برانش هيغذي السكن بيهايند ذا لور هاف اوف ذا اوريكل ويغذي السكن اوف ذا اكسترنال اوديتروميتس في البوستيريور هاف ايضا، ويغذي السكن اوف ذا بيغذي جزء من التمبانيك ممبرين. ده كان الديستريبيوشن او البرانشز اوف ذا فيجاس نيرف. من الملاحظ ان البرانشز اوف ذا فيجاس نيرف مرات تدي للمينينجيس، مرات تدي للاوريكل، مرات للفارينكس، مرات لللارينكس من فوق ومن تحت. ده كان في كمان كاردياك برانشز، اتنين كاردياك برانشز كانوا خارجين، سوبيريور وانفيريور كاردياك برانشز. السوبيريور وانفيريور كاردياك برانشز كانوا بيشتركوا في مع اذر برانشز في تكوين الكاردياك بليكسس. كاردياك بليكسس ديت اتعرضنا لها قبل كده في الثوركس، كان شارك السوبيريور والانفيريور كارديك برانشز اوف فيجاس اللي كان مرهم على السبكليفيان ارتري وراحهم شاركهم في تكوين الكاردياك بليكسز. هذا الديستريبيوشن الغريب للفيجاس نيرف اعطى الايحاء بانه نيرف حائر متحير، مرات يدي الاير، المينينجيس، الفارينكس، اللارينكس، الهارت، فمن هنا سموه الحائر او الغامض. ده كان ملخص سريع للريليشنز والبرانشز اوف ذا فيجاس نيرف. طيب بعد كده ندخل على مجموع، احنا كده خلصنا اول قسم من النيرفز الموجوده في النيك ريجون، القسم الثاني اسمه السيرفيكال بليكسس. التوبكس او الايتمز اللي انا هتكلم عليها هي كيف تتكون الفورميشن، مكانها، الريليشنز بتاعتها، والبرانشز اللي خارجه منها. السيرفيكال بليكسس هتتكون من الفنترال ريماي اوف سيرفيكال سباينال سيجمنتس، ارقام 1 و2 و3 و4، امال الباقي راح فين؟ لو نتذكر مع بعض
كان اللور فور سيرفايكال نيرفز اشتركوا في تكوين البريكال بليكساس اوف ذا ابر ليمب. اما الابر فور سيرفايكال نيرفز فكان الفنترال ميب بتاعتهم كل الريمس بتتفرع لفرعين اتنين ابر ولور ديفيجن يتحدوا مع بعض ويعملوا هذا الكلاسيك شيبد باترن المميز للسيرفايكال بليكساس. اذا السيرفايكال بليكساس بتتكون من البرايمري فنترال ماي اوف ابر فور سيرفايكال نيرفز. طيب اين توجد؟ توجد على عضلة السكالينس ميدياس احدى عضلات السكالين مصل بالاشتراك مع جزء اخر هي عضلة الليفيتوريس كابل. اذا هو الموقع بتاعها موقع السيرفيكال بليكسس لايز اوفر مينلي على السكالينس ميدياس وجزء صغير منها يقع على الليفيتور اسكابيلي مصل. يبقى اذا الحاجات دي هتمثل الديب ريليشنز او البوستيرور ريليشنز للسيرفيكال بليكسس. طب مين اللي مغطيها من قدام؟ بيغطيها من قدام ماشي عليها الانترنال جاجلر فين. اذا هذه السيرفيكال بليكسس تقع ديب للكاروتيد شيس. مين كمان معدي من عليها؟ معدي من عليها الاسترنوماستويد. يبقى الاسترنوماستويد والانترنال جاجلر مغطينها من قدام اما هي راقده من ورا على حاجتين اتنين على عضلتين اللي هم الاسكالينس ميدياس والليفيتور اسكابيلي. الديستريبيوشن البرانشز اوف ذا سيرفيكال بليكسس هنقسمها لتلات اقسام. قسم منها كان كيوتينيوس رايح للسكن وقسم اخر كان كوميونيكيتنج مع اذر نيرفز والقسم الثالث كانت ماسكولار برانشز. الكيوتينيوس برانشز اللي خرجت منها هي الكيوتينيوس برانشز اللي كانت موجوده في النك اللي نفتكر مع بعضنا الجريت اوريكولار اللي صار اوكسيبتال ترانسفيرس سيرفيكال والسوبرا كلافيكولار. اما الكوميونيكيتنج برانشز فكانت عامله لي كوميونيكيشن مع السوبيريور سيرفيكال سمباثيك جانجلون بالشكل اللي احنا هنتعرض ليه بعد شويه صغيرين. اما الماسكولار برانشز هتديني للسراوندنج ماسلز. اشهر سراوندنج ماسلز السكالين ماسل السكالينس انتيريور والسكالينس ميدياس والسكالينس بوستيريور والسكالينس انتيريور وميدياس وبوستيريور ومينيموس. دول الثلاثه سكالين ماسل هتدي ايضا برانشز هتروح تغذي السراوندنج ماسل. زي مين؟ من سي 2 و 3 هتدي للاسترنوماستويد ماسل. من سي 3 و 4 و 3 و 4 اساسا وجزء كمان من 5 هيشتركوا في تكوين الفرينك نيرف اشهر واخطر نيرف في جسم الانسان. بالاضافه الى بعض من البري فيرتبرال ماسلز ايضا هتشارك السيرفيكال بليكسس بتغذيتها بالموتور انرفيشن. طيب ندخل بعد ذلك على الفرينك نيرف اشهر نيرف خارج من السيرفيكال بليكسس. هنتعرض له كاي نيرف في جسم الانسان البيجيننج اللي هو هنسميه الاوريجن بتاعه الاصل والمكان الخروج ثم النقطه الثانيه الكورس وريليشنز النقطه الثالثه الديستريبيوشن اند اند ديستريبيوشن. ادي الفيرتبرال كولوم في منطقه السيرفيكال ريجن من سي 1 لسي 7 وادي ثوراسيك 1 عامل ارتكوليشن مع المانوبرا مستر ناي بالفيرست ريب. العضله دي كان اسمها سكالينس انتيريور ماسل بالاربعه سليبس المشهوره والانسرشن بتاعها في السكالين تيوبركل اللي كان موجود على الميدل اوف ذا ميديال بوردر اوف فيرست ريب. العضله دي اسمها لونجاس كولاي ماسل احدى عضلات البري فيرتبرال ماسل. ده الارش اوف اورطا كان خارج منه التو سبكليفيان ارتريز والتو سبكليفيان ارتريز الفيرست بارت طبعا كل سبكليفيان ارتري كان مكون من ثلاثه بارت زي ما احنا عارفين. من الفيرست بارت كان هذا الشريان المهم اللي اسمه سايرو سيرفيكال ترانك اللي بيطلع علينا برانشين اثنين اللي هم الترانسفير سيرفيكال والسوبرا اسكابيلر. ده كان الانترنال جاجولار فين والسبكليفيان بيعمل السوبيريور فينا كيفا. ده السمباثيك ترانك اللي كانت موجوده ماشيه في الفيرتبرال ترانجل. دي كانت الكونتنتس اوف ذا فيرتبرال ترانجل الارض اللي هتبقى عامله ريليشنز قويه مع الفرينك نيرف. الفرينك نيرف جاي منين؟ جاي من ورا السكالينس انتيريور طالع بثلاثه روتس من اربعه ثلاثه واربعه وخمسه هيظهروا عند اللاترال بوردر اوف ذا سكالينس انتيريور على الناحيتين الاثنين ويعملوا كروسنج للسكالينس انتيريور from lateral to medial وهيمشي straight course. على الرايت سايد هيمشي على الانتيريور سيرفيس اوف ذا سكالينس انتيريور هيمشي ثم يغادرها من الليفت يمشي يعمل كروسنج للسكند بارت اوف
subclavian artery بس اللي هيفصله عنها السكالينس انتيريور ماسل. ثم يمشي الرايت فرينيك نيرف على الرايت سايد اوف ذا فينس شانل على الرايت سايد اوف ذا سوبيريور فينا كيفا النومينيت والسوبيريور فينا كيفا والرايت اتريوم والانفيريور فينا كيفا. بيقول ان النيرف ده بيحب هنا الفينس سايد ويخترق بعد كده الديافرام. ده على الرايت سايد. طيب على الليفت سايد، الليفت سايد ايضا عمل كروسنج، عمل كروسنج للسكالينس انتيريور فروم لاترال تو ميديان، لكنه عمل بعد ما مشي رانينج اوفر ذا انتيريور سيرفيس اوف سكالينس انتيريور، بعد ما عدى على السكالينس انتيريور هيروح يعمل كروسنج للفيرست بارت اوف سب كليفيان ارتري. اذا الليفت فرينيك نيرف دخل الثوركس، تأشيرة دخوله هي انه يمر على الفيرست بارت اوف سب كليفيان، اما الرايت فرينيك نيرف كان تأشيرة الدخول انه مر على السكند بارت اوف سب كليفيان، فصلوا عنها الاسكالينس انتيريور ماسل. توزيعة الفرينيك نيرف ده مش سنسوري نيرف بس، الفرينيك نيرف ده سنسوري وموتور، لكنه موتور اساسا، موتور لعضلة الديافرام اللي ان بيدي سنسوري برانشز للتلاتة بي اللي هي البريكارديوم والبلورا والبريتونيوم. طيب ده كان الفرينيك نيرف. ماذا بعد ذلك؟ النيرف الثالث اللي اسمه سيمباثيتك. السيمباثيتك ترانك او يقال عليها السيمباثيتك تشين دي عبارة عن تو نيرف كوردز، تو نيرف كوردز ماشية جاية من فوق من البرين ونازله من تحت at the sides of vertebral column ماشيه straight course على الفولوينج structures. ادي عندي دي الفيرتبرال كولوم من C1 ل C7 الثوراسيك 1، الفيرست ريب اللي ماسكه ترانسفيرس بروسيس اوف T1 بالمانوبريوم استرناي. انا عندي العضله ديت اسمها لونجاس ماسل، الجزء العلوي كان اسمها لونجاس كابيتس والجزء السفلي اسمها لونجاس كولاي ماسل. التو سيمباثيتك ترانكس او التو سيمباثيتك تشينز اللي هم عباره عن تو نيرف كوردز قاعدين ان فرونت اوف ذا لونجاس ماسل، في الجزء العلوي منها كان فوق اللونجاس كابيتس والجزء السفلي كان فوق تحت ماشي كرانينج اوفر ذا لونجاس كولاي ماسل. هذا التو نيرف كوردز اللي هم سيمباثيتك ترانك او سيمباثيتك تشين فاثناء المسار بتاعهم بيكونوا 3 انلارجمنتس along الكورس بتاعهم، كل انلارجمنت بيسموه جانجليون. فانا عندي 3 سيرفايكال سيمباثيتك جانجليون، سيمباثيتك ترانك في منطقه النك بيسموها سيمباثيتك او سيرفايكال سيمباثيتك ترانك. السيرفايكال او سيمباثيتك سيرفايكال ترانك فيها 3 جانجليا، واحده سوبيريور واحده ميدل واحدة انفير. من خلال هذا الدياجرام يتضح شكل السوبيريور سيرفايكال سيمباثيتك جانجليون كان فيوزي فورم ان شيب، قاعده فين؟ قاعده على لونجس كولاي امام السكند والثيرد سيرفايكال فيرتبري، وهي اطول اكبر واحده وطولها يبلغ حوالي 1 انش يعني حوالي 2 سنتي ونص. اما الميدل سيرفايكال سيمباثيتك جانجليون فكانت قاعده مناظره للترانسفيرس بروسيس اوف ذا 6 سيرفايكال فيرتبرا، ودي كانت راوندد ودي الصغيره. اما الثالثه فهي الانفيريور سيرفايكال سيمباثيتك جانجليون اللي بيسموها ستيلت جانجليون، دي بتتحد مع الفيرست توراسيك سيمباثيتك جانجليون وبيعملوا جانجليون مشترك بيسموه سيرفايكو ثوراسيك جانجليون، جانجليون مشتركه بين انفيريور سيرفايكال سيمباثيتك والفيرست ثوراسيك سيمباثيتك جانجليون. هنا النيرف بتاعنا او اللي هو السيمباثيتك ترانك بيعمل كروسنج للنيك اوف ذا فيرست ريب ويدخل بعد كده على الثوراكس. من كل جانجليا من كل جانجليون من الثلاثه جانجليا بتخرج ديفرنت برانشز تغذي المنطقه المحيطه بيها على الشكل او النمط التالي. من السوبيريور سيرفايكال سيمباثيتك جانجليون هيخرج 6 نيرفز كوميونيكيتنج برانشز مع اخر 4 كرينيال وكوميونيكيتنج برانشز مع اول 4 سيرفايكال، وفي عندي بعد كده انترنال واكسترنال كاروتيد نيرفز وفي فارنجيو لارنجيال برانشز وكاردياك برانش. اما من الميدل سيرفايكال سيمباثيتك جانجليون فكان في كوميونيكيشن مع 5 و6 سيرفايكال وكان في برانشز تمشي حوالين اقرب ارتري، واقرب ارتري كان الانفيريور سيرود ارتري، ثم في كاردياك برانش ونيرف تاني اسمه انسا سب كليفيا، هو برانش هيطلع من الميدل يروح يتحد مع الانفيريور سيرفايكال سيمباثيتك جانجليون.
البرانشز اوف ذا انفيريور سيرفايكال سمباثيتك جانجليون كان في عندي كوميونيكيتنج برانشز مع 7 و8 سيرفايكال، وتدينا برانشز تمشي اراوند اقرب ارتريز اللي هم السبكليفيان والفيرتبرال ارتريز واخيرا الكاردياك برانش. هذا النمط الكلامي هنتكلم عليه في الدياجرام الاتيه. احنا دلوقتي نقول برانشز اوف سوبيريور، برانشز اوف ميدل، برانشز اوف انفيريور سيرفايكال سمباثيتك جانجليا. احنا هنرسم الثلاثه جانجليا بهذا الشكل ونرسم خطين يفصلهم عن بعض، وتعالوا نشوف البرانشز اللي خارجه من كل واحده فيهم اللي احنا حكينا عليها من شويه. برانشز اوف ذا سوبيريور سيرفايكال سمباثيتك جانجليون، اول واحد كان كاردياك برانش. كاردياك برانش يروح يشارك في تكوين البلكسس اللي هتغذي العرض، بيشارك في تكوين الكاردياك بلكسس اسمه كاردياك برانش. البرانش الثاني هو مش واحد، هو مجموعه اسمها فارنجيو لارنجيال او لارنجيو فارنجيال برانشز، تشارك في تكوين البلكسس اللي حوالين الاسوفيجاس واللارينكس، اللي حوالين الفارنكس واللارينكس. النيرفس الثالثه رقم 3 هي فاسكولار برانشز تروح للانترنال كاروتيد والاكسترنال كاروتيد، يسموه انترنال كاروتيد نيرف واكسترنال كاروتيد نيرف، يعملوا بلكسس يمشوا حوالين الارتريز اللي تحمل اسمائهم. طيب كوميونيكيتنج برانشز مع لاست فور كرينيال نيرفز اللي هم من 9 ل 12، وانذر كوميونيكيتنج برانشز مع الابر فور سيرفايكال نيرفز اللي هم بيشكلهم السيرفايكال بلكسس. ده كانت دايجرام للبرانشز اللي خارجه من السوبيريور سيرفايكال سمباثيتك جانجليون. ماذا عن الميدل سيرفايكال سمباثيتك جانجليون؟ انا عندي اول واحد كاردياك برانش تو ذا هارت، في فاسكولار برانش رايح لاقرب بيزل اللي هو الانفيريور ثايرويد ارتري، ثم في بعد ذلك نيرف اسمه انسا سبكليفيا، ودي دي تاني انسا في الجسم. الانسا الاولانيه اللي احنا خدناها من فتره اللي هي الانسا سيرفايكاليز، اما الانسا سبكليفيا فده سمباثيتك نيرف. سمباثيتك نيرف جاي من الميدل سيرفايكال سمباثيتك جانجليون رايح للانفيريو سيرفايكال سمباثيتك جانجليون، بس بيمر يعمل لوب حوالين السبكليفيان ارتري، من هنا النيرف لوب ده بيسموه انسا سبكليفيا. النيرف التالي كان كوميونيكيتنج برانشز رايحه عامله كوميونيكيشن مع سي 5 وسي 6، اما البرانشز اللي خارجه من الانفيريور سيرفايكال سمباثيتك جانجليون فكان كاردياك برانش تو ذا هارت، كان في عندي كمان فاسكولار برانش الاقرب ارتريز اللي هم السبكليفيان ارتري، والبرانش اللي خارج بالفيرست بارت بتاعه اللي هو الفيرتبرال ارتري، واخيرا كوميونيكيتنج برانشز مع سابع وثامن سيرفايكال سيرفايكال نيرفز. دي كانت البرانشز اوف ذا سمباثيتك جانجليا اللي خارجه من السمباثيتك ترانك بالشكل اللي احنا شفناه دلوقتي. الان نتعرض لموضوع اخر، اريا جديده في النك اسمها البوستيريور تريانجل. احنا لو تذكرنا مع بعضنا اي اريا في جسم الانسان لابد عندي من 6 موضوعات للكلام عليها، 2 بحرف الاس سايت وشيب، 2 اوبوزيتس لبعض اللي هم الروف والفلور، 2 اوبوزيتس اخرين اللي هم الباوندريز والكونتنتس. احنا لو نتذكر الاسترنوماستويد ماسل كانت قسمت السايت اوف ذا نك الى 2 بارتس او 2 تريانجلز، الترانجل اللي تقع خلف منها اسمها بوستيرو ترانجل، الترانجل اللي امام منها الانتيرو ترانجل. الانتيرو ترانجل دي كانت محور كلامنا على مدار جميع المحاضرات اللي فاتت. اما البوستيرو ترانجل فيها ترانجل اصغر شويه توجد على الباك اوف ذا سايد اوف ذا نيك. طيب شكلها تريانجولار شيبد اريا، تقع زي ما قلنا على الباك اوف ذا سايد اوف ذا نيك، لها روف وفلور وباوندريز وكونتنتس. الروف بتاعها كروف اي اريا في جسم الانسان مكون من 4 اشياء، كان مكونا من سكن سوبرفيشال فاشيا، الكيوتينيوس نيرفز اند فيزلز اللي ماشيه في السوبرفيشال فاشيا، واخيرا الديب فاشيا. الكيوتينيوس نيرفز والفيزلز اللي ماشيه هنا انا كانت في عندي الكيوتينيوس برانشز اللي طالعه من السيرفايكال بليكس اللي حكينا عليها كتير، اما الكيوتينيوس فيزلز فهو الفيزل الشهير اللي كان بدا من عند الانجل اوف ذا ماندبل ومشي في جزء من مساره على الروف اوف ذا بوستيريور ترانجل واللي كان اسمه الاكسترنال جاكولار فين. اما الفلور كانوا 4 عضلات من تحت لفوق، الاربع عضلات ديت كانت رقم 1 اسكالينس ميدياس، رقم 2 ليفيتور سكابيلي، رقم 3 اسبلينياس كابيتس، ورقم 4 سيمي سبايناليز كابيتس. ده كان الفلور والروف. طب ماذا عن الباوندريز والكونتنتس؟ باوندريز اوف ذا بوستيريور ترانجل،
الانتيريور باوندري اوف ذا بوستيريور ترانجل هو نفسه كان البوستيريور بوردر اوف ذا ستيرنوماستويد ماسل. اما الانتيريور باوندري اوف ذا بوستيريور ترانجل فكان الانتيريور بوردر اوف ترابيزيوس ماسل. ما دام ترانجل يبقى لها ايبكس ولها بيز، الايبكس بتاعها كان الميتنج بوينت بتوين ذا تو ماسلز، الاستيرنوماستويد من قدام والترابيزيوس من ورا. اما البيز بتاعتها فكانت الانترميديت اللي هو الميدل وان ثيرد اوف ذا كلافيكل. الكونتنتس اوف ذا بوستيريور ترانجل فيها الاتي: 1 ماسل واربعة ارترز واثنين نيرفس واثنين فينز وثلاثة نيرفز بالشكل اللي احنا هنحكي عليه. تعالوا نتكلم اولا على الارترز اوف ذا بوستيريور ترانجل. يوجد عدد اربعة ارترز بيمثلوا الارتيريال كونتنتس اوف ذا بوستيريور ترانجل كالاتي: الثيرد بارت اوف سبكليفين ارتري، السوبراسكابولار ارتري، ترانسفيرس سيرفيكال ارتري، الاوكسيبتال ارتري. احب اقول الثيرد بارت اوف اوكسيبتال ارتري ده شيء، اما الاثنين التانيين دول كانوا برانشين من الفيرست بارت اوف سبكليفين ارتري على النمط اللي احنا هنشوفه دلوقتي، والاوكسيبتال ارتري ده كان برانش من الاكسترنال كاروت ارتري. ده كان الثيرد بارت، ده الثيرد بارت اوف سبكليفين ارتري. الفيرست والسكند، الفيرست والسكند بارت، الفيرست بارت والسكند بارت، الفيرست بارت كان في الانتيريور ترانجل، اما السكند بارت كان ديب للسكالنس انتيريور. اما الثيرد بارت، الثيرد بارت ده طلع بعد ما عدى اللاترال بوردر اوف سكالنس انتيريور اللي هي هيدن اندر كفر اوف ستيرنوماستويد ومشي بوستيريورلي، شارك في تكوين الكونتنتس اوف ذا بوستيريور ترانجل اللي هو الثيرد بارت ده. اما كان طالع من الفيرست بارت، كان طالع عندي السيرو سيرفيكال ترانك ماشي ديبلي، هو اللي اداني التو برانشز دول، اداني من فوق او من تحت الاول السوبرا سكابولر ومن فوق الترانسفيرس سيرفيكال. جزء منهم كان ماشي في الانتيرو ترانجل والجزء في الفيرتبرا ترانجل يعني، وجزء اخر كان معدي في البوستيرو ترانجل. هنا تو ارترز اللي ماشيين اللي هم الترانسفيرس سيرفيكال والسوبرا سكابولر، دي كان برانشز من السيرو سيرفيكال ترانك اوف فيرست بارت اوف سبكليفين. اما الارتري الثالث فهو الاوكسيبتال ارتري، الاوكسيبتال ارتري اللي بكرر تاني ان هو كان احد البرانشز اللي خارجه من الاكسترنال كاروتيد ارتري في طريقها للسكالب، بتعدي على منطقه الايبكس اوف ذا بوستيريور ترانجل وتعد واحده من الاربعه ارتيريال كونتنتس. اما الفينز اوف ذا بوستيريور ترانجل فكان عندي اثنين فينز، الاثنين فينز اللي هم الانترنال جاجلر والسبكليفين فين. الانترنال جاجلر وهو جاي من الجاجلر فورمن كان هيدن اندر كفر اوف ذا سترنو ماستويد ماسل، بيتحد من هنا مع السبكليفيان فين. الانترنال جاجلر فين بيتحد مع السبكليفيان فين وهيكون البريكيوسيفاليك فين. دي كانت الفينوس كونتنتس اوف ذا بوستيرو ترانجل. اما عن النيرفس كونتنتس اوف ذا بوستيرو ترانجل فكان فيه عدد 3 نيرفس، التلاتة نيرفز ديت كانت منها من البريكال بليكسس روتس وترانك، وكان منها من السيرفيكال بليكسس كيوتينيس برانشز، وكان منها الاكسسوري نيرف السباينال روت بتاعه اللي بعد ما خرج وغادر الكاروتي تشيز بالشكل الاتي. دولت اللي هم الروتس والترانكس اوف بريكال بليكسس، انا اعملهم بنفس لون التكست الكتابه بتاعتهم. اما الكيوتينيس برانشز اوف ذا سيرفيكال بليكسس فكان فيهم الجريت اوريكولار بالظبط، وده كان الليسر اوكسيبتال، وده كان الترانسفيرس سيرفيكال، اما الرابع بتاعهم كان السوبرا كلافيكولار نيرفز. بخصوص النيرف الثالث منهم اللي هو كان السباينال بارت اوف اكسسوري نيرف اللي كان ماسك، لاحظ ان هو والسوبر اللي هو وال كيوتينيوس برانشز اوف سيرفيكال بليكسس بيطلعوا من نقطه قريبه من بعضها اللي هي الميدل اوف ذا بوستيريور بوردر اوف ستيرنوماستويد، ويمتد ويمشي اندر كفر اوف ترابيزيوس لان النيرف ده كان بيغذي العضلتين دول. بانتهاء الكونتنتس اوف ذا بوستيريور ترانجل كده نكون خلصنا يعني على قد ما قدرنا. في حاجات كتيره اختصرناها، نامل باذن الله تعالى ان احنا نكون قد نجحنا في ايصال الصوره كامله عن منطقه النيك ريجون اوف ذا هيد اند نيك. ومعادنا ان شاء الله المره الجايه مع ريجون جديده هي البيج كافيتيز او الكافيتيز اوف ذا هيد اند نيك.